السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحه يا رب. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضره الثامنه بالنسبه للكورس بتاع الكواليتي كنترول اوف هيربال ميديسنز. احنا كنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت على لو فاكرين على فكره الاكستراكتيف فاليوز وطريقه تحضيرها، وبرده اتكلمنا على الفورين ماتر كجزء من البروكسيمت اناليسيز. والنهارده ان شاء الله واتكلمنا برضو على الجين بروفايلنج او دي ان اي فينجر برينتنج. النهارده ان شاء الله بقى هنكمل مع بعض الجزء اللي بعد كده اللي هو الكيميكال ايفالويشن، تمام؟ بس انا قبل ما اتكلم على المحاضره، انا كنت بسجل المحاضره دي وكان وقت لسه عارف موضوع القرارات بالنسبه للمجلس الاعلى للجامعات. فطبعا احنا ان شاء الله حسب ما الكليه عندكم يعني هتبلغنا، سواء بان هنعمل ابحاث ليكم او ان انتوا هتعملوا امتحان اونلاين، حسب بقى ما الكليه عندكم هتقرر او جامعه دمنهور عموما هي اللي هتقرر وهتبلغ الكليات، فهيتم بقى تنفيذ الكلام اللي هيتعمل ده. ولكن احنا ملتزمين ان شاء الله ان احنا نعمل دليفري للماتيريال بتاعتكم لغايه يوم 30/4. احنا كده كده باذن الله يعني الكورس بالنسبه لي انا ان شاء الله هيحتاج محاضره كمان، فهيبقى عندنا يعني غير المحاضره اللي معايا دي هيبقى عندنا محاضره كمان، بحيث ان ايه هيبقى تقريبا الكورس عباره عن 9 محاضرات احنا ضغطناه شويه واختصرنا فيه، بحيث ان هو ايه يعني يبقى الموضوع بس مجرد ان انت يعني حتى لو عايز تستفيد عموما ان جنرال ان انت تسمع المحاضرات بعيد عن الامتحانات وغيره، ده دي حاجه ليك، مش عايز انت حر برضه دي بتاعتك. المهم في الاخر ان هو طريقه التقييم بالنسبه لكم كامتحانات نظريه وعمليه برضه، لان برضه العملي المفروض ان هو فيه كلام حسب برضه ما الكليه هتبلغنا، ولكن العملي احنا ملتزمين فيه معاكم بالاساينمنت اللي طلبناه منكم. الاساينمنت اللي طلب منكم ده او البرزنتيشن اللي طلبت منكم دي مهمه جدا، لان دي تقريبا اللي هيبقى عليها درجه العملي خلاص كده، فدي نهتم بيها ونعملها كويس. اما بالنسبه بقى للنظري فخلاص يعني دي اللي هيبقى عليها ميل النجاح والسقوط في النسبه للعملي، وحسب بقى ما الكليه هتبلغنا. لو الكليه بلغتنا ان ممكن نكتفي بالمشروع ده ان يبقى بروجكت ليكم بالنسبه للنظري كمان هنعمل كده، لو الكليه بلغتنا لا لازم يكون في بروجكت تاني برضو هنعمل كده، حسب بقى ايه ما نتبلغ الفتره اللي جايه. خلاص كده تعالوا بقى نبتدي مع بعض المحاضره بتاعتنا ان شاء الله على خير. طبعا دي الكواليتي كنترول سايكل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، كنا اشتغلنا فيها زي ما انتم فاكرين مع دكتوره مديحه، اخدنا يعني ايه سامبلنج او بيتعمل ازاي للهيربال برودكتس بتاعتنا والرو ماتيريالز، وبعدين عملنا سامبل اكزامينشن باستخدام الميكروسكوب وباستخدام بعض المورفولوجيكال كاركترز والحاجات دي كلها. وبعدين المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الجين بروفايلنج ازاي بيتعمل، وقلنا ان دايما كل الستبس دي بتجاوب على حاجات جوه السايكل، يعني بتجاوب على سؤال الايدنتيتي مثلا، بتجاوب على سؤال البيوريتي، هل الحاجه دي بيور ولا لا، كل الاسئله دي. وفي بعض الحاجات بتجاوب على سؤال الكونتنت، بمعنى هل الماده الفعاله وتركيزها مظبوط جوه الهربال ماتيريال بتاعتي ولا لا. فخلصنا الجين بروفايلنج وعرفنا ازاي بيتعمل، وبعدين اخدنا بعد كده جزء الفيزيكال ايفالويشن، ازاي اقدر اعمل ايفالويشن احسب مثلا المويستر كونتنت اخدته مع دكتوره مديحه، ازاي احسب الاش كونتنت والفاليوز دي بتديني انديكيشن على ايه. والمره اللي فاتت برضو اشتغلنا الاكستراكتيف فاليوز، يعني ازاي بتتعمل وفايدتها ايه، وكذلك برضو ديترمينيشن اوف ذا فورين ماتر كنا بدانا فيها، تمام؟ وقلنا ان الفورين ماتر دي انواع والمفروض ان يكون ليها ليميت معين حسب النوع بتاعها لو فاكرين، تمام؟ النهارده بقى ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الكيميكال ايفالويشن، وده من اهم يمكن الستبس اللي بتتعمل جوه الكواليتي كنترول سايكل، ويمكن الستاب دي اهميتها كمان في ان انت بيخش فيها التكنيكس اللي مثلا دكتور عمرو كلمكم عليها في اول الترم زي الاتش بي ال سي وزي الجي سي. دي تكنيكس مهمه جدا بتكون موجوده في الكواليتي كنترول لاب، وبتكون موجوده او بتخش فيه او بيتم استخدامها في الستاب دي اللي هي بنقول عليها الكيميكال ايفالويشن. دي ان شاء الله الاستاب دي انا هحاول اغطيها النهارده، ممكن يفضل منها جزء للمحاضره اللي جايه حسب الوقت بتاعنا بتاع المحاضره، وكده كده المحاضره الجايه هيكون فيها تغطيه للثلاثه ستابس دول بشكل مختصر، بحيث ان احنا يبقى خلصنا ان شاء الله الايه السايكل بتاعتنا. طيب بالنسبه للكيميكال ايفالويشن، فاحنا بنتكلم مينلي يعني ايه الكلمه دي الاول؟ الكلمه دي معناها كلمه اناليسيس، يبقى انا عايز هنا اعمل اناليسيس. طب هعمل اناليسيس لايه؟ هعمل اناليسيس للهرب سواء كرو ماتيريال جايه لي لسه او خلال عمليه البروسيسنج بتاعتها لغايه لما اوصل للفينشد برودكت اللي هو التابلت او الكبسول او غيره، تمام كده؟ طيب الاناليسيس هنا هيتم ازاي؟ الاناليسيس كلمه اناليسيس دي ممكن حد من زمايلنا يقول لي انها كواليتيتيف ابلكيشن، وممكن حد تاني يقول لي لا ده الاناليسيس ده معناه كوانتيتيف. هو ايه الفرق الاول بين كلمه كواليتيتيف اناليسيس وبين كلمه كوانتيتيف اناليسيس؟ كواليتيتيف اناليسيس معناه ايدنتيفيكيشن،
يبقى انا هنا بعمل ايدنتيفيكيشن مثلا للمواد الفعاله او المواد اللي موجوده جوه الهرب بتاعي، اقول ان الهرب ده كونتيننج كذا وكذا وكذا وكذا، ده اسمه ايه؟ ايدنتيفيكيشن. وممكن كمان الكواليتيتيف يبقى مجرد عمليه بس، مش بس ايدنتيفيكيشن للمركبات، ممكن يكون عمليه ايدنتيفيكيشن للنيتشر بتاعت المركبات دي. يعني اقول لك مثلا ان النبات الفلاني ده فيه الكالويدز، او النبات التاني ده فيه مثلا جلايكوسايدز، يبقى انا بعمل ايه هنا؟ ديتكشن للنيتشر بس بتاعت الكيميكال كونستيتوينتس، الكيميكال نيتشر بتاعتها عباره عن ايه، او ان انا فعلا احدد بقى كل مركب من الجلايكوسايدز دي هو مين، يبقى انا كده بعمل ايدنتيفيكيشن. يبقى دي فكره الكواليتيتيف. الفكرة التانية اللي هي فكرة الكوانتيتيف، ان انا بعد ما اعرف المركبات اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع المركبات دي، او مش لازم كل المركبات، ممكن اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع مركبات بعينها جوه الهرب ده. تمام؟ يبقى الاناليسز بيشمل الحاجتين دول مع بعض. ما ينفعش اعمل اناليسز او كيميكال ايفالويشن، احنا قلنا الكيميكال ايفالويشن معناه اناليسز للهرب، ما ينفعش اعمل الاناليسز او الكيميكال ايفالويشن ده من غير ما اعمل الحاجتين دول، اعمل الكواليتيتيف ابلكيشن اقدر اعرف النيتشر بتاعت المركبات اللي موجوده عندي جوه النبات مظبوطه ولا لا، واقدر اعرف المركبات دي هي مين، دي تاني حاجه، وبعدين الحاجه الثالثه اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع المركبات دي. وزي ما قلت لكم المشكله اللي بتقابلنا دايما في الهربال برودكتس او في الهربال رو ماتيريالز عموما، ان المركبات او ان الهربز دي بتبقى فيها كومبلكس كيمستري عاليه جدا. بمعنى ايه كومبلكس كيمستري؟ يعني فيها كيميكال كومبوزيشن كبير جدا، مركبات كتير من ديفرنت، ممكن يبقى ديفرنت كلاسز كمان من المركبات موجوده، وبالتالي عندك عدد كبير من المركبات. عشان كده مش شرط ان انت تعين الكونسنتريشن بتاع كل المركبات دي، انما انت ممكن تختار بعض المركبات اللي هي تبقى انديكيتيف بالنسبه لك. وهنشوف يعني ايه كلمه انديكيتيف دي، بنقول عليها كلمه مهمه قوي هنسمعها يعني يمكن في اخر المحاضره دي او المحاضره الجايه، كلمه ماركر كومباوندز. الكلمه دي مهمه قوي عايزكم تعرفوها، وهنتكلم عليها في اخر المحاضره دي، يمكن اول محاضره اللي جايه حسب الوقت. تمام؟ فيبقى ده مهم جدا، انا ممكن اختار مركب او اثنين او ثلاثه او اكتر المركبات دي اقول عليها ماركر كومباوندز، وهنشوف ايه الشروط بتاعتها، واقدر اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع المركبات دي جوه النبات. يبقى انا كده عملت كوانتيتيف اناليسيس. فهمنا كده؟ يبقى كلمه اناليسيس معناها الاثنين دول مع بعض، كلمه كيميكال ايفالويشن يبقى لازم يكون عندي ستابس بتخدم الكواليتيتيف، وستابس ثانيه بتخدم الكوانتيتيف ايه؟ بيربسز او ابلكيشنز. طيب ايه بقى الميثودز اللي انا ممكن استخدمها تحقق لي التو تارجتس دول، الكواليتيتيف والكوانتيتيف؟ عندي ميثودز سيمبل جدا، زي مثلا ان انا اعمل كيميكال تيست زي اللي بتعملوه في العملي عندكم مثلا في السكاشن، اجيب مثلا مركبات بتاعتي او اجيب الاكستراكت بتاعي احط عليه ريجنت معين يديني لون معين، فمن اللون ده مثلا ككالر اقدر اخد انديكيشن ان انا عندي مثلا المركبات الفلانيه. فهمنا ازاي؟ يبقى دي كده كيميكال تيست. طب الكيميكال تيست دي بتجاوب على انهي ابلكيشن، هل هي كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ لا طبعا الكيميكال تيست تعتبر كواليتيتيف. تمام؟ يبقى هنا بتقدر تقول لك مثلا النيتشر غالبا بتاعت الايه، الكيميكال كونستيتوينتس اللي عندك ايه. خلاص؟ يبقى ده الانديفيديوال كيميكال تيست. النيتشر بتاعتها زي ما قلت لكم اللي هي مثلا جلايكوسايدز، انها الكالويدز، انها واتفر. طيب النوع الثاني ايه تاني عندنا؟ مثلا عندنا حاجه زي المايكرو كيميكال تيست. المايكرو كيميكال تيست قريبه قوي من الانديفيديوال كيميكال تيست، الاثنين دول قريبين جدا من بعض. تمام؟ بس الفرق ان كلمه مايكرو كيميكال يعني معناها ان التيست ده هيتعمل على ايه؟ هيتعمل على سلايد، وهيتشاف الريزلت بتاعته على الميكروسكوب او تحت الميكروسكوب. فهمنا ازاي؟ زي فكره اكيد مش عارف عملتوا المايكرو كريستال تيست للالكالويدز ولا لا، ولكن هي نفس الفكره دي، ان انت بتجيب مثلا الكالويد معين بتحطه على نقطه منه او نقطتين على سلايد، تحط عليه ريجنت معين بيتفاعلوا مع بعض يديني شكل كريستلز بشكل معين، الكريستلز دي ابص عليها واشوفها تحت الميكروسكوب بيبقى ليها كاركترستيك شيب للالكالويد ده. فيبقى كده برضو انا عملت ايه؟ عملت كواليتيتيف ابلكيشن. وغالبا المايكرو كيميكال تيست بتعمل لي ايدنتيفيكيشن، يعني تقدر تقولي والله ان المركب عندك المركب الفلاني، لو شفت الكريستلز الفلانيه او لو شفت ريزلت الفلانيه تحت الميكروسكوب فانت عندك المركب الفلاني، فانت كده عملت ايدنتيفيكيشن، وده برضو كواليتيتيف ايه؟ ابلكيشن. برضو من الحاجات اللي موجوده اللي هي الكونستنت تيست او الكيميكال كونستنت تيست، اللي هي مثلا اعين الاستر فاليو، اعين الاسيد فاليو، ودي بتعتمد على الكونتنت بتاعه الايه، النبات اللي عندك، هل مثلا في اسيدز كتير فممكن اعين له الاسيد فاليو، لو في استرز اعين له حاجه اسمها الاستر فاليو، ودي بتبقى ارقام، الارقام دي برده بتكون كواليتيتيف، وبرده يبقى تعتبر كواليتيتيف ابلكيشن، وبرده بتديك انديكيشن على النيتشر بتاعه المركبات اللي موجوده ايه عندك. اخر مجموعه
اللي هي الانسترومنتال. والانسترومنتال ميثودز دي اكتر حاجه سوفيستيكيتد شويه، او خلينا نقول مش سوفيستيكيتد، خلينا نقول انها اكتر حاجه بتديك كونكلوجن كويس جدا في موضوع الكيميكال اناليسيس، ودي بتديك كونكلوجن على الحاجتين. بعض الانسترومنتال ممكن تشتغل كواليتيتيف بس، بعض الانسترومنتال ممكن تشتغل كواليتيتيف كمان وكوانتيتيف الاثنين. مفهوم كده؟ يبقى هنا من خلال الميثودز دي يا اما بتقدر تعمل ايدنتيفيكيشن للمركبات والنيتشر بتاعتها وكله، يا اما كمان بتقدر تعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاع بعض المركبات دي. يبقى احنا كده فهمنا كده الاوفر فيو بالنسبه لموضوع الكيميكال ايه ايفالويشن. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده، مش هنتكلم على كل دول النهارده، اللي هناخده مينلي هنركز عليه هما الانديفيديوال كيميكال تيست، هنتكلم عليه يعني بسرعه كده، وبعدين نركز في بعض الانسترومنتال ميثودز اللي انا هختارها اللي هي بتبقى مهمه قوي في الكواليتي كنترول ايه لاب. لو جينا بصينا على الانديفيديوال كيميكال تيست، فاحنا بنقصد بالانديفيديوال كيميكال تيست زي ما قلت لكم انها بتكون غالبا كواليتيتيف ايه؟ كواليتيتيف كيميكال تيست، يعني بتحقق ايه؟ بتحقق لي الشرط بتاع الكواليتيتيف اللي هو الايدنتيفيكيشن، وممكن كمان او الاهم من الايدنتيفيكيشن في المرحله دي هو الجنرال ايديا اباوت ذا نيتشر اوف ذا كيميكال كونستيتوينتس بريزنت ان ذا دراج. يعني بشوف النيتشر بتاعت الكونستيتوينتس عامله ازاي، هل هي الكالويدز، هل هي جلايكوسايدز، ده اللي انا قلته في الاول. يبقى كلمه نيتشر دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى هنا ده السؤال اللي بيجاوب عليه الكواليتيتيف كيميكال ايه تيست دايما. تمام. طبعا هنا في نقطه مهمه جدا، انا دلوقتي مثلا سي عندي تو تيست تيوبس، خلينا نفكر فيها كده، ان انا عندي تو تيست تيوبس، واحده فيها مركب واحد مثلا استريكنين مثلا الكالويد، اي مركب اي ناتشرال برودكت، والتانية فيها ناقص فوميكا مثلا اكستراكت على بعضه من السيدز بتاعت الناقص فوميكا اللي هي كومبوننت منها بيكون الاستريكنين. لو جيت تعمل التست بتاع الاستريكنين دايركتلي على الاستريكنين هيدي بوزيتيف ريزلت على طول معاك، مش هيبقى عندك مشكله. انما وارد جدا لو عملته على الاكستراكت بتاع الناقص فوميكا يحصل عندك misleading ريزلت، ممكن يديك مثلا فولس نيجاتيف ان ما فيهوش استريكنين وهو فيه. ليه؟ فولس نيجاتيف يعني معناها يديك نيجاتيف ريزلت فتقول ده ما فيهوش استريكنين، ولكن الحقيقه هو فيه استريكنين. ليه بقى؟ لان وجود النيتشر او وجود الاكستراكت على بعضه ده بيخلي فيه صعوبه شويه ان انت تقدر تعمل الدايركت تيست عليه. ايا كان التست اللي انت هتعمله ايه. ليه؟ لان زي ما قلت لكم وجود الكرود اكستراكت على بعضه ده بيبقى فيري كومبلكس، الكيميكال كومبلكسيتي بتاعته عاليه جدا، في عدد كبير جدا من الكونستيتوينتس، وارد جدا ان هم ينترفير مع الريزلت بتاعتك ويدوك يا اما فولس بوزيتيف يا اما فولس نيجاتيف ريزلت. عشان كده الحل هنا ايه؟ الحل هنا ان احنا بنعمل حاجه مهمه جدا اسمها فراكشنيشن. يعني وارد جدا ان انا ممكن اقسم الاكستراكت بتاعي لفراكشنز، فراكشنز يعني اقسام او اجزاء، والفراكشنز دي اكوردنج تو ذير بولاريتي. فاكرين لما كنا بنتكلم في الاكستراكتيف فاليو ان انا ممكن احضر مثلا الكول اكستراكتيف فاليو او ووتر او ايثر، فهي نفس الفكره هنا، انا هعمل فراكشنز، الفراكشنز دي بعضها نون بولر بعضها بولر، وحسب المركب بتاعي فين. انا عندي استريكنين مثلا، فالاستريكنين ده بولر، يبقى هروح اخد البولر فراكشن لوحده كده واعمل عليه التست ده. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل نوع من انواع البيوريفيكيشن شويه للاكستراكت بتاعي عشان اطمن او اشوف ان الريزلت اللي طالعه لي من التست ده كويس. ده حل، يبقى ده حل من الحلول اللي بتتعمل. خلاص، من افضل الحاجات برضو اللي بتتعمل في جزء الكواليتيتيف سكريننج ده او الكواليتيتيف كيميكال تيست ان انت تعمل حاجه اسمها سكريننج، او بنقول عليه فايتوكيميكال سكريننج. تمام، تعالوا نشوفه معانا في السلايد اللي جاي. الفايتوكيميكال سكريننج ده من الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا 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 ان انت بتعمل اول ما بتبتدي او اول ما بيجي لك الهيربال رو ماتيريال في جزء في خطوه، وصلت لخطوه الكيميكال ايفالويشن، بتبتدي تفولفيل الجدول ده، تحاول تملى الجدول ده. بمعنى ان انت هتشوف الهرب بتاعك فيه كل الكلاسز دي او فيه ايه من الكلاسز دي من الكومباوندز دي. معظم الكلاسز المشهوره جدا في الثيرابيوتيك دراجز عموما او في الثيرابيوتيك دايتري سبلمنتس اللي ليها دور في علاجي في اتجاهات مختلفه، وبالتالي انا بعمل تيست على المركبات دي بشوف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. لو مثلا انا المفروض ان يكون عندي سنه مثلا سنه ليفز، فالمفروض ان الباودر بتاعها لازم يكون فيه انتراجين جلايكوسايت، انما مش هلاقي فيها فلافونويدال، مش هلاقي فيها كاردياك، مش هلاقي فيها سابونينز، فاهمين قصدي ازاي؟ وبالتالي يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل تيست وبشوف ايه اللي موجود من المواد الفعاله. ممكن يكون عندي اكتر من ماده، يعني ممكن يكون عندي مثلا بعض الفلافونويدز مع الانتراكين جلايكوسايت وارد. تمام، فممكن يكون عندي اكتر من ماده موجوده، فهتدي وتكتب بقى والله انت عملت التست الفلاني المفروض ان الانثراكين اعمل له موديفايد برونتراجرز مثلا، فلافونويد المفروض اعمل له مثلا الكالاين تيست، وهكذا. يبقى بعمل كل تيست من دول، وطبعا التيست دي البروسيدور بتاعتها بتبقى موجوده في المونوجرافس بتاعت الفارماكوبيه، وهتلاقيها برده موجوده في الكواليتي كنترول لاب بتاع المصنع. فبالتالي بتعمل التست ده وبتقول والله التست ده ادى معايا بوزيتيف او نيجاتيف.
من الخطوه دي مجرد خطوه ايه بنقول عليها؟ خطوه سكريننج فايتوكيميكال، بنسميها كده فايتوكيميكال، فايتوكيميكال سكريننج. دي خطوه مهمه قوي انها تبتدي بيها، يعني مجرد انت تبتدي بيها الايه، بتعمل اوفر فيو كده في الاول، تشوف النيتشر هل فعلا المركبات موجوده عندك ولا لا. يعني باختصار لو انت عملت مثلا الانثراكينين جلايكوسايز تيست اللي هو الموديفايد بورنتراجرز تيست ده، جيت عملته مثلا على السنه ولقيته نيجاتيف، يبقى من الاول السنه دي عينه دي فيها مشكله، الانثراكينين جلايكوسايدز فيها مشاكل، وبالتالي يبقى انت بس اهم حاجه تكون عامل التيست صح عشان تاخد الكونكلوجن بتاعك بشكل كويس. وعشان كده خطوات التست مهم قوي الالتزام فيها وتتعامل بشكل ايه مظبوط عشان تقدر تحكم هل هتكمل ولا خلاص كده لا العينه دي كده من البدايه مش كويس. تمام، يبقى طبعا دي اسامي الكيميكال تست، ودي طبعا المركبات اللي هي سبيسيفيك ليها. تمام، يبقى كده تقريبا احنا خلصنا الجزء بتاع الانديفيديوال كيميكال تست. تمام، قلت لكم ده جزء صغير جدا، مجرد الهدف منه ان انا بقدر اعمل ايه، احدد النيتشر بتاعه الكونستيتوينتس اللي موجوده عندي. الاهم بقى عندي دلوقتي هي خطوه الانسترومنتال، دي من اهم الخطوات. طبعا ممكن تعمل المايكروكيميكال هيديك انفورميشن قريبه جدا من ده، وبرده ممكن تعمل الكيميكال كونستنت تيست هيديك انفورميشن برده قريبه جدا من الانديفيديوال ايه كيميكال تيست. انما الاهم بقى واللي هيديك انفورميشن هايله جدا وبتبقى كونكلوسيف قوي، يعني بتبقى تقدر تديك فعلا ريزلت فاينل، هل الباتش دي او الرو ماتيريال بتاعتك دي كويسه وهتنفع تشتغل كدراج ولا لا، هي الانسترومنتال ميثودز. تمام، وزي ما قلت لكم الانسترومنتال بتجاوب لي على سؤال الكواليتيتيف وكمان بتجاوب لي على سؤال الكوانتيتيتيف الاثنين مع بعض. لو جينا بصينا كده على الانسترومنتال ميثودز، فاحنا الانسترومنتال ميثودز ممكن نقسمها لمجموعتين. المجموعه الاولانيه بنقول عليها الكروماتوجرافيك تكنيكس، والكروماتوجرافيك تكنيكس دي يعني معناها تكنيكس هت انفولف او هتستخدم الكروماتوجرافي في الشغل بتاعها. تمام، والكروماتوجرافي طبعا اكيد انتوا سمعتوا عنه، كلمه كروماتوجرافي يعني معناها ان انا بعمل سيباريشن، وهنشوف هنتكلم على النهارده بعض التكنيكس دي. يعني دكتور عمرو اكيد كلمكم على اتش بي ال سي والجي سي، فاكيد سمعتوا كلمه كروماتوجرافي دي قبل كده، وعرفنا ان الفكره الاساسيه هنا ان انا بيكون عندي مركب او مجموعه من المركبات زي الهرب كده مثلا، في مجموعه من المركبات بحاول ان انا افصلهم اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على الاختلاف البيهيفير بتاعهم ما بين الاستيشنري فيز والموبايل فيز. يعني دايما بيكون عندي تو فيزز، واحد ثابت بقول عليه ستيشنري، واحد متحرك اسمه الموبايل فيز، والبروبرتيز بتاعت الاثنين فيزز دول بتبقى مختلفه. ممكن اقول مثلا ان واحد بولر واحد نون بولر، وبحط المركبات بتاعتي وسطهم، فطبيعي ان يحصل خناقه، يعني بسهوله كده ان يحصل خناقه ما بين الاستيشنري فيز وبين الموبايل فيز على الكومبوننتس بتاعت السامبل دي. ممكن بعض المركبات تحب تروح اكتر مع الاستيشنري فيز، ليه؟ لانها شبهه بولر مثلا زيه لو هو بولر، وبعض المركبات الثانيه تحب تروح اكتر مع الموبايل فيز لانها شبهه برضه نون بولر مثلا. عشان كده قلت لكم لازم يكون في ديفرنس في البروبرتيز ما بين الاستيشنري والموبايل. دي الفكره العامه بتاعت كل الكروماتوجرافيك تكنيكس ايا كان اسمها ايه. تمام، وبالتالي لو الحاجه راحت مع الاستيشنري فيز او حبت انها تبقى موجوده مع الاستيشنري فيز، يبقى في الحاله دي هيحصل لها ايه؟ بنقول هيحصل لها ريتنشن، يعني هتفضل قاعده على الاستيشنري فيز لانه ثابت وما تتحركش. ولكن المركبات اللي بيبقى ليها افينيتي عاليه او للموبايل فيز، يعني معناها انها تتحرك معاه لان الموبايل فيز بيتحرك، وبالتالي تبتدي تتحرك معاه، وبالتالي يبدا يحصل الفصل او السيباريشن ما بين المركبات او ما بين المركبات المختلفه بيزد على الافينيتي بتاعتها او البروبرتيز بتاعتها، سواء ناحيه الاستيشنري او ناحيه الايه الموبايل فيز. دي الفكره العامه بتاعه الكروماتوجرافيك تكنيكس. احنا اخدنا مثلا مع دكتور عمرو الاتش بي ال سي واخدنا الجي سي، دول من اهم التكنيكس اللي اقدر استخدمها في المرحله دي اللي هي مرحله الكيميكال ايفالويشن. فمن خلالها هقدر زي ما شفتوا في الاتش بي ال سي اقدر اعمل اناليسز، يعني اقدر اعمل سيباريشن للمركبات عن بعضها. تمام، والحاجه الثانيه ان انا اقدر بعد ما افصل المركبات عن بعضها اقدر اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن كمان ايه بتاعها. يبقى انا كده عملت اناليسز فعلا باستخدام التو تكنيكس دول. تمام، النهارده انا هكلمكم او يعني المحاضره دي ويمكن المحاضره الجايه حسب الوقت هكلمكم على على الاثنين دول، التي ال سي واللي هو الثين لاير كروماتوجرافي، وحاجه ثانيه اسمها الهاي بيرفورمانس ثين لاير كروماتوجرافي. هم دول التو تكنيكس اللي انا عايزك تعرفهم، وبرده من الحاجات اللي بتبقى ادفانسد جدا وبتبقى موجوده بالذات الاتش بي تي ال سي، وبيبقى موجود برده في معمل الكواليتي كنترول. خلاص كده مفهوم، يبقى دي كده الكروماتوجرافيك تكنيكس. في طبعا تكنيكس ثانيه مش مهم قوي نعرفها، منها مثلا جيل بيرميشن، احنا عملنا له ابلكيشن اوريدي في لو فاكرين في الجينوم بروفايلنج، استخدمنا حاجه شبهه اللي هو الجيل الكتروفوريسيس.
في حاجه اسمها الافينيتي كروماتوجرافي، الكولم كروماتوجرافي، كلها ابلكيشنز ممكن ان احنا نستخدمها، ولكن خلينا نركز في الاثنين دول. خلاص، في بقى مجموعه تانية من الـ من الانسترومنتس، الانسترومنتس تانية بتعتمد على حاجه اسمها السبكتروفوتومتري. السبكتروفوتومتري يعني ايه؟ يعني مثلا ان يكون عندي حاجه زي اليو في فيزيبل مثلا سبكتروسكوبي، حاجه زي الاي ار، حاجه زي الان ام ار، الماس، كل الحاجات دي تعتبر تبع السبكتروفوتومتريك ايه ميثودز. وعاده عاده السبكتروفوتومتريك ميثودز بتستخدم اكتر في الايدنتيفيكيشن، يعني اقدر اعرف المركبات دي مين، زي الان ام ار مثلا من خلالها اعرف الاستراكشر بتاع المركب بتاعي عامل ازاي، اقدر اعرف الموليكولر ويت بتاع المركب وبالتالي ممكن اعرف منه برضه الاستراكشر، زي مثلا الماس، الماس بيعمل لي الحركه دي، يبقى دي ايدنتيفيكيشن اكتر الاثنين دول. تمام، الاكس راي برضه بقدر اعمل كريستاليزيشن للمركب بتاعي واشوف الاستراكشر بتاع الكريستلز دي عامله ازاي، يبقى انا كده بعرف الايه الاستراكشر بتاعي، يبقى كل التكنيكس دي تعتبر ايه ايدنتيفيكيشن. وفي بعض التكنيكس تانية سبكتروفوتومتري ممكن استخدمها في الكوانتيتيشن، زي مثلا النهارده هنشوف اليو في فيزيبل برضه ايه سبكتروسكوبي، ده من الحاجات المشهوره جدا في النقطه دي، وهو المثال يمكن الوحيد اللي احنا هناخده في القصه دي. خلاص كده مفهوم، يبقى كده فهمنا مبدئيا اوفر فيو كده الانسترومنتال ميثودز عندنا بتتقسم لايه، واحنا هنشتغل مين، احنا هنشتغل التي ال سي والاتش بي تي ال سي، وهنشتغل اليو في فيزيبل ايه سبكتروسكوبي. تمام كده كسبكتروفوتومتريك ميثود. يبقى زي ما اتفقنا ان الانسترومنتال ميثودز بتحقق لي الهدفين دول او على الاقل هدف منهم، تمام، الكواليتيتيف والكوانتيتيف حسب انا هستخدمها ازاي. تمام، وهنشوف برضو الحكايه دي هنطبقها في التي ال سي، نفهم ازاي ممكن يشتغل ككواليتيتيف وازاي ممكن يشتغل كمان ككوانتيتيف. زي ما انتم شايفين هنا دول الجيل بيرميشن، انا قلت لكم الجيل بيرميشن ده من الحاجات اللي بتشتغل في الجينوم بروفايلنج، والفلوراسنس اناليسيس ده بيشتغل مينلي مع الحاجات مثلا اللي بتبقى مركبات بتبقى فلوراسنت، يعني مثلا اقدر اعمل لها ابلكيشن للايت بسبيسيفيك ويف لينث ليها، فاعمل اكسايتيشن للاتومز بتاعتها واخليها تو ايميت فلوراسنس، تو ايميت انرجي، لما بتعمل ريلاكسيشن بعد كده تطلع من الاكسايتد ستيت ترجع الجراوند ستيت تقوم مطلعه انرجي، الانرجي دي بتبقى في صوره فلوراسنس. فانا من خلال قياس الفلورسنس ده بقدر اعرف هي مين، او اقدر اعمل ديترمينيشن اساسا للكونسنتريشن كمان ايه بتاعها. تمام، انما خلينا نركز زي ما قلت لكم في التكنيكس اللي انا قلت لكم عليها اللي هي تي ال سي، الاتش بي تي ال سي، واليو في فيزيبل ايه سبكتروسكوبي. تعالوا الاول نتكلم كده مع بعض على الثين لاير كروماتوجرافي، او اللي دايما بنقول عليها تي ال سي. انا معرفش انتوا صراحه اشتغلتوا بيها قبل كده او سمعتوا عنها ولا لا، فانا احتياطي لان بتوع الكلينيكال انا دايما بحس ان هم ما اخدوش كروماتوجرافي يعني من بدري، فانا احتياطي برضو ان انا ايه هشرحها لكم كده يعني من أو من ال من يعني فروم سكراتش زي ما بيقولوا، بحيث ان حتى اللي مش فاهمها يفهمها معايا، وبعدين نكمل بقى نشوف الابليكيشنز بتاعتها ككواليتي كنترول بتبقى عامله ازاي. بالنسبه للتي ال سي الاول، التي ال سي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه اسمها بلانر كروماتوجرافيك تكنيك، وكلمه بلانر يعني هيبقى في وان بلين زي ما انتم شايفين كده، يعني بمعنى ادق مثلا مش هيكون عندي كولم زي ما كنا بنشوف في الاتش بي ال سي مع دكتور عمرو مثلا، كان بيبقى عندي كولم، الكولم ده بيبقى فيه ستيشنري فيز جوه والمركبات بتاعتي بتعدي جواه، صح؟ ده كده اسمه كولم كروماتوجرافي، تمام؟ زي الاتش بي ال سي مثلا، تمام؟ انما الاتش بي ال سي يعتبر كولم كروماتوجرافي تكنيك لان عنده كولم، والكولم ده باكد وذ ستيشنري فيز. نفس الكلام الجي سي كان عندي كولم بانواعه المختلفه وبرده كان باكد وذ الستيشنري فيز، فده يعتبر كولم كروماتوجرافي. انما لما بنيجي نتكلم على تي ال سي انت ما عندكش هنا كولم وجواه باكينج، ما عندكش 3 دي ستراكشر كده زي انبوبه او تيوب وجواها ستيشنري فيز، لا انت عندك ايه هنا؟ انت عندك بلين، عندك بليت بنقول عليه، البليت عباره عن وان بلين زي ما انتم شايفين، ما فيهوش 3 دي ستراكشر، هو عباره عن زي بيس اوف بيبر كده، بس ده عباره عن بليت. البليت ده ممكن يكون غالبا بيكون عباره عن الومنيوم شيت، يعني حته الومنيوم كده، والالومنيوم دي بيبقى محطوط عليها الستيشنري فيز، بنقول عليها كوتد، يعني بنعمل عاملين لها كوتنج كده بطبقه رفيعه جدا مليانه زي ما انتم شايفين الطبقه البيضه دي، الطبقه البيضه دي هي عباره عن الستيشنري فيز بتاعي، والستيشنري فيز ده ممكن يكون انواع مختلفه، تمام؟ زي ما هنشوف، تمام؟ حاجات بولر او حاجات نون بولر، المهم ان انا بيبقى عندي الومنيوم شيت هو ده البليت، عشان كده بقول عليها بلانر، لانها زي ما قلت لكم ان وان بلين، والحاجه مش كولا من زي دي، والحاجه الثانيه زي ما قلت لكم ان بتبقى كوتد وذ الستيشنري فيز بالشكل ده اللي هو الطبقه البيضاء اللي بتكون موجوده دي. لو بصيت على الناحيه الثانيه من البليت دايما بتلاقي شكل الالومنيوم العادي اللي هو اللون السيلفر بتاعها، انما هي بتبقى كوتد من ناحيه واحده بس بالستيشنري فيز زي ما انتم شايفين. خلاص، دي اول حاجه، يبقى كده انا عرفت الستيشنري فيز بتاعي موجود فين، هو عباره عن الكوتد لاير دي اللي موجوده على البليت بتاعك.
تمام. وغالبا البليت ده بيبقى مصنوع من الالومنيوم شيت، في بعض الناس بتستخدم جلاس، تحط تعمل جلاس بليتس وتعمل عليها كوتينج برضو بالايه، بالستيشنري فيز، وات ايفر بقى الطريقه. المهم في الاخر ده اسمه ايه، اسمه تي ال سي او ثين لاير كروماتوجرافي، خلاص. وان اسمها ثين لاير لان الاستيشنري فيز بتاعي عباره عن ثين لاير كوتد على الايه، على الالومنيوم شيت بتاعك او على الجلاس بليت بتاعك، تمام. ده كلام جميل جدا. النقطه الثانيه بقى، احنا اتفقنا ان اي موبايل فيز او اي سوري كروماتوجرافيك سيستم محتاج حاجتين، محتاج ستيشنري فيز ومحتاج كمان موبايل فيز. وبالتالي هنا هيكون عندي سولفنت، ولازم يكون سولفنت يعني لازم يكون ليكويد، تمام تمام، زيه زي الاتش بي ال سي كده. الاتش بي ال سي الموبايل فيز فيه كان ليكويد، فالتكنيكس دي بنقول عليها ليكويد كروماتوجرافي، يعني ال سي، ال سي ليكويد كروماتوجرافي، لان زي ما قلت لكم الستيشن الموبايل فيز دايما بتاعي هيبقى ليكويد. امال ايه الجي سي مثلا؟ ده الجي سي ده الموبايل فيز بتاعي جاز، عشان كده سميناه جي سي. فهنا الموبايل فيز دايما بتاعي هيكون سولفنت، وسولفنت ليكويد بحيث ان هو ليكويد يعني بحيث ان هو يتحرك عشان يبقى فيه حركه، لو سوليد عمره ما هيتحرك، تمام. وهو ده اللي هيتحرك بقى خلال الاستيشنري فيز بتاعي، وبياخد معاه المركبات ويشتغل بقى، يحصل الخناقه اللي بقول لكم عليها. لو المركبات بتاعتي عندها افينيتي اعلى او بتحب اكتر الموبايل فيز، هتتحرك مع الموبايل فيز وتمشي بسرعه على البليت. انما لو المركبات التانيه ما عندهاش افينيتي عاليه للموبايل فيز وبتحب اكتر الاستيشنري فيز، هتفضل قاعده على الاستيشنري فيز وما تتحركش معاه. فهمنا ازاي؟ يبقى هي الفكره كلها بشكل بسيط، هي دي فكره الايه، التي ال سي. طيب برضو عشان نفهمها بشكل افضل، دايما انا بيكون عندي جار بالشكل ده، الجار ده بحط فيه الموبايل فيز بتاعي، تمام كده. الجار ده ممكن يكون بيكر، ممكن يكون حسب بقى حجم البليت اللي انت هتستخدمه قد ايه، يعني افترض ان هو بيكر مثلا، تمام. وبحط فيه الموبايل فيز بتاعي وببتدي احط البليت بتاعي بعد ما اكون عملت سبوتنج للسامبل. يبقى هنشوف دلوقتي الخطوات بتاعتنا. انا بحط السامبل بتاعتي على البليت، فبقت السامبل موجوده على الاستيشنري فيز، واقوم حاطط البليت ده جوه الايه، جوه الجار، واخلي الموبايل فيز كده اوتوماتيك. الموبايل فيز هيبتدي يتحرك على البليت دي. عندنا حاجه اسمها الكابيلري فينومينا، اكيد اخدتوها زمان، من على الخاصيه الشعريه بالعربي اللي هي الكابيلري فينومينا، ان كده كده الموبايل فيز هيبتدي يتحرك لفوق. فكده بيتحرك هو على ايه، بيتحرك خلال الاستيشنري فيز، وده اللي احنا بنقوله فلوز ثرو ذا ادزوربنت. الادزوربنت اللي هو الاستيشنري فيز بتاعي، وهو بيتحرك هيلاقي السامبل، فيبتدي يحصل الخناقه بقى ما بين الاستيشنري فيز وما بين الموبايل فيز على السامبل بتاعتي. لو المركبات زي ما قلت لكم حركتها قليله او بتحب الاستيشنري فيز اكتر، يعني البروبرتيز بتاعتها شبه الاستيشنري فيز، فهي هتفضل انها تفضل قاعده على الاستيشنري فيز وما تتحركش مع الموبايل فيز. لو المركبات بتحب الموبايل فيز والبروبرتيز بتاعتها شبهه، هتلاقيها بتتحرك بسرعه جدا زي اللي فوق دول مثلا، وتتحرك اكبر قدر ممكن مع الموبايل ايه فيز، وبالتالي يحصل السيبريشن زي ما انتم شايفين. بدل ما كان عندي سبوت واحده فيها كذا مركب، بقى عندي اكتر من سبوت زي ما انتم شايفين، اللي هم يمثلوا عدد المركبات. كل سبوت من دول المفروض انها تبقى مركب واحد، وبالتالي يبقى عندي مثلا الميكتشر ده عباره عن ثلاث مركبات موجودين في الايه، الميكتشر. فهمنا ازاي؟ يبقى دي الفكره العامه للتي ال سي او الثين لاير ايه كروماتوجرافي. برضو عشان نفهم اكتر الحته دي، هنشوف الفيديو ده كده مع بعض. الفيديو ده بيسهل قوي القصه دي، بيوريك الفكره بتاعت الخناقه، الخناقه ما بين الموبايل فيز والستيشنري فيز على السامبل بتاعتك، تمام كده. وهنا زي ما قلت لكم الخناقه دي بيتحكم فيها مجموعه من البروبرتيز حسب طبيعه الستيشنري فيز بتاعك. اغلبيه الستيشنري فيز في التي ال سي بتكون عباره عن حاجه اسمها السيليكا، تمام. السيليكا بتبقى عندها بولر هيدروكسيل جروبس، اكيد انتوا عارفين النقطه دي من دكتور عمرو اللي هو النورمال فيز كروماتوجرافي. فالبولر هيدروكسيل جروبس دي بتساعد ان انت يبقى لو هي عندك حاجه بولر زيها هتعمل انتر اكشن معاها. وبالتالي انا لو عندي ستيشنري فيز كده بولر، يبقى المركبات عندي لو بولر هتفضل قاعده على السيليكا ومش هتتحرك مع الستيشنري فيز. انما المركبات عندي لو نون بولر ما عندهاش الانتر اكشن اللي موجود مع البولر ستيشنري فيز، يبقى تتحرك اكتر مع مين؟ مع الموبايل فيز، وهكذا. فهو بيوريك الحكايه دي هنا بطريقه سيمبل قوي، بيوريك بي بي بيشرحها لك بطريقه يعني جميله جدا، انه بيقول لك هتخيل معايا ان مثلا المركبات بتاعتنا او الميكتشر بتاعنا ده عباره عن مركب. هتشوفوها دلوقتي بشكل ايه، مبسط خالص، يفهمكم القصه حتى لو انت مش عارف خالص يعني ايه تي ال سي. تعالوا نشوف مع بعض. Thank you.
طبعا زي ما شفنا في الفيديو ده برضو نقطة مهمة جدا، ان شفتوا ان احنا كان عندنا تو موليكيولز اللي هما المركبتين اللي كانوا موجودين دول، واحدة كان موليكيول منهم كان بولر وموليكيول تاني كان نون بولر. لو شفتوها كويس فهتلاحظوا ان الستيشنري فيز بتاعنا بما انه بولر فالمركب البولر ده فضل قاعد ماسك، المركب فضلت قاعدة في المية ما اتحركتش، تمام، لانها حابة انها تكون موجودة مع البولر اللي زيها اللي هو الستيشنري فيز. وكان ساعتها الموبايل فيز عبارة عن هيكسين وايثر والكلام ده، والحاجات دي كلها نون بولر، وبالتالي كموبايل فيزز يعني، وبالتالي اتحركت خلاص لوحدها وما اخدتش معاها البولر موليكيول ده، تمام. ولكن النون بولر موليكيول اللي كان موجود حب يروح مع الهيكسين والايثر لانها شبهه، فبالتالي يتحرك معاها بشكل كبير وفضل يتحرك على تي ال سي بليت اللي هو يتحرك في الميه. فهمنا ازاي؟ بعد كده رحنا عاملين ايه؟ غير هو الموبايل فيز، بدل ما كان مستخدم هيكسين وايثر راح مستخدم حاجه بولر شويه زي الالكول زي الميه وات ايفر بقى كموبايل فيز. ففي الحاله دي ايه اللي حصل؟ المركب البولر راح مع البولر موبايل فيز لانه بقى حاجه شبهه بقى بي زيها، فبدا يتحرك معاها بشكل اكبر بدل ما هو كان واقف وموجود ريتيند بنقول عليها على الاستيشنري فيز بتاعنا. يبقى هي دي فكره السيبريشن، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ديفرنشيال مايجريشن. دي نقطه مهمه قوي يا شباب، ديفرنشيال مايجريشن. ديفرنشيال مايجريشن يعني حركه زي ما قلت لكم، او ديفرنشيال فيلوسيتي، ان المركبات بتتحرك على تي ال سي بليت بشكل مختلف. ديفرنشيال يعني بشكل مختلف، مش كلهم زي بعض اكوردنج للبروبرتيز ايه بتاعته. النقطة بقى دي مهمة جدا، هنا بيقول لك سؤال مهم قوي، طب هو تي ال سي ده مهم؟ اه تي ال سي ده مهم جدا في الكواليتي كنترول. اولا هو تكنيك ان اكسبنسيف، وبالتالي مهم قوي ان انا يكون عندي في المعمل تكنيك ان اكسبنسيف اقدر احكم بيه بسهولة على الهربال برودكتس بتاعتي، يعني مش مكلف، تمام. الحاجة التانية افكتيف جدا، يبقى عندك حاجة مش مكلفة وفي نفس الوقت بتديك الانفورميشن اللي انت عايزها. والحاجة التالتة ايزي تو بيرفورم، طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني كمان سهل ان هو يتعمل، يبقى اي حد ممكن يعمله مش محتاج تدريب كبير، خلاص. يبقى التكنيك كده في جميع الاحوال كويس جدا. طيب يبقى دي اسباب انا ليه بستخدمه. طب مهم في ايه بقى؟ مهم في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اقدر اعمل كواليتيتيف ابلكيشن، بمعنى انا عندي دلوقتي هرب، الهرب ده فيه ميكتشر من مركبات كتير، فاول حاجه هيحققها لي التي ال سي انه يقدر يفصل لي المركبات دي عن بعض، يبقى السيباريشن. وبعد ما يعمل سيباريشن اقدر كمان اعمل ايدنتيفيكيشن للمركبات دي على الاقل الكيميكال نيتشر بتاعتها، يعني اقدر اعرف والله المركبات دي الكالويدز او المركبات دي جلايكوسايدز، يبقى على الاقل هعرف الكيميكال نيتشر ايه بتاعتها. والحاجه الثانيه انا ممكن اعمل كومبليت ايدنتيفيكيشن وممكن اعمل كوانتيتيشن كمان، تخيلوا بقى قد ايه يعني، بس ده محتاج شويه موديفيكيشن في السيستم. يبقى البيزك انفورميشن اللي باخدها من التي ال سي ان انا بقدر افصل المركبات بتاعتي عن بعض، فاعرف الهرب ده فيه كام كومباوند، تمام، واقدر اعرف الكيميكال نيتشر بتاعت المركبات دي هي ايه، الكالويدز جلايكوسايدز او غيره. وبعد كده ممكن كمان اعمل ايدنتيفيكيشن للمركبات دي اعرف هي مين، وممكن اعمل كوانتيتيشن ليها، يعني اقدر اعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاعها، تمام. بس ده له شروط، ايدنتيفيكيشن والكوانتيفيكيشن ده له شروط، هنشوف الشروط دي لما نيجي نتكلم في السلايدز اللي جايه. طيب الحاجه اللي بعد كده، هل بس هو ده اللي انا ممكن اخده من تي ال سي؟ لا، نفترض مثلا ان انا عندي هيرب، الهيرب ده المفروض الطبيعي بتاعه ان يكون فيه اربعه سبوتس، تمام، اربع مركبات، خلاص. انا عملت له سبوتنج لقيت فيه ست مركبات، يبقى ده معناه ايه؟ ان انا عندي مركبين جايين من بره، المركبين دول غالبا هيكونوا فورين ماتر او هيكونوا امبيوريتيز، تمام. وبالتالي الامبيوريتيز دي من خلال تعيينها اقدر اعمل ديتكشن كمان او انالايزنج للبيوريتي بتاعت السامبل بتاعتي، اقدر اعرف السامبل بتاعتي فعلا بيور ولا مش بيور. يبقى احنا كده عرفنا الايه الفكره الاساسيه من الشغل ده. مهم قوي النقطه دي يا شباب، ان احنا نبقى عارفين ايه الاهداف بتاعت تي ال سي، او تي ال سي بيقدر يحقق لي ايه، يقدر يعمل لي يجاوبني على سؤال الايدنتيتي كويس جدا، يقدر يجاوبني على سؤال الكونتنت لو عملت كوانتيتيشن، ويقدر يجاوب لي كمان على سؤال البيوريتي لان انا هقدر اعمل ديتكشن للامبيوريتيز اللي موجوده، خلاص، تمام. تعالوا بقى واحده واحده كده نفهم هو انا ازاي اعمل تي ال سي لهرب جاي لي المصنع عندي او الرو ماتيريال بتاعتي، ابتدي منين، اعمل ايه. اول خطوه المفروض تعملها ان انت تدور عندك هرب جاي لك المصنع رو ماتيريال، فانت عندك حاجه من اتنين، يا اما التي ال سي ميثود اللي انت هتستخدمها اللي بنقول عليها تي ال سي اكسبيرمنت اللي انت هتعملها، البروتوكول بتاعها او الطريقه بتاعتها تكون موجوده اوريدي في المصنع عندك جوه الكواليتي كنترول لاب، فبتاخد الطريقه دي وتبتدي تطبقها. ده الحل الاولاني.
الحل التاني ان انت ما يكونش عندك اصلا الميثود دي جوه الكواليتي كنترول لاب بتاعك جوه المصنع، بتكون لسه هتدور عليها او هتعمل ديفلوب لميثود، انت اللي هتدور وتجيب الميثود. والتدوير ان انت تدور وتجيب الميثود ده له طريقتين هما ما لهمش تالت، يا اما هتروح للمونوجرافس بتاعت الماتيريال دي، زي مثلا انا جاي لي جينجر مثلا سامبل باتش، خلاص اروح ادور لو انا ما عنديش الطريقه بتاعته هروح ادور في المونوجرافز بتاعت الجينجر، سواء البريتش فارماكوبيا او اليو اس بي فارماكوبيا او الايجيبشن، حتى اي فارماكوبيا موجوده حسب المصنع اللي عندي، وابتدي ادور اشوف التي ال سي اكسبيرمنت بتاعت الجينجر ممكن تتعمل ازاي. يا اما لو ما فيش فارماكوبيات او مش عارف اوصل لها اروح للريسيرش، اكيد الناس بتكون ناشره بيبرز ريسيرش بيبرز على الاونلاين كلها موجوده ازاي اعمل تي ال سي اناليسيس للايه للجينجر، زي ما كانك بتدور بتعمل بحث على اي حاجه بنطلبها منك هتلاقي التي ال سي اناليسيس موجود وطريقه الاكسبيرمنت نفسها بتتعمل ازاي. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه ازاي اجيب الميثود، دي مهمه جدا. وانس ان انت جبت الميثود خلاص تقدر تعمل كل البروسيدور بقى بتاعتها سهل قوي انها تتعمل. تمام، الميثود دايما بتاخد بيها فيها حاجات مهمه جدا لازم تبقى عارفها، النقط اللي موجوده هنا دي كلها. من ضمن النقط المهمه قوي في النقطه دي مثلا يقول لك ايه، يقول لك ان انت في الميثود دي لازم هيكون محدد لك الثلاث حاجات اللي انت هتشتغل بيهم. انت دايما عشان تعمل تي ال سي محتاج ثلاث حاجات، محتاج ستيشنري فيز، محتاج موبايل فيز، محتاج سامبل، صح كده؟ فاول حاجه في الميثود لازم يقول لك نوع الستيشنري فيز بتاعك ايه، اللي هو الادزوربنت، هستخدم انهي ادزوربنت، لازم يكون قايل لك. تمام كده، وفي كتير من الادزوربنتس دي بيبقى في حاجه اسمها الميثود اوف اكتيفيشن. يعني ايه برضو ميثود اوف اكتيفيشن؟ يعني مثلا انا عندي سيليكا، المفروض ان السيليكا بتكون عليها الجروب دي اس اي او اتش، بنقول عليها فري سيلانول جروبس، والجروب دي هي اللي بتشتغل معايا بعد كده بتعمل الهيدروجين بونز بقى مع البولر ايه سوليوتس او مع البولر كومباوندز بتاعتي اللي موجوده في الهرب، تمام، وتمسكها فبالتالي تعمل السيبريشن، صح؟ طيب احيانا او اللي بيحصل ان لما تي ال سي بليتس دي بتتخزن لفترات طويله، الاو اتش دي لسه ما استخدمناهاش، جبنا بس تي ال سي بليتس وحطيناها عندنا، فالاو اتش دي بتكون انفولفد في ايه؟ الاو اتش دي بتكون انفولفد في الاو اتش دي بتكون انفولفد في ووتر او هيدروجين بوند مع ميه، ماسكه مع ميه. طيب لو استخدمتها على طول كده هتيجي تشتغل البولر كومباوندز دي هتيجي مش هتلاقي لها مكان، لان اوريدي الاو اتش اللي هي بتعمل معاها انتراكشن عامله انتراكشن مع مين؟ مع ميه، فالسيبريشن مش هيبقى حلو. تمام، وبالتالي الافضل ان انت لازم تعمل اكتيفيشن، يعني لازم تشيل الميه دي الاول وتخلي الاو اتش تاني ترجع فري بتاعت السيلانول، فتقدر انها تشتغل وتعمل انتراكشن مع البولر كومباوندز بتاعتك. دي نقطه مهمه جدا لازم نبقى فاهمينها، خلاص. وبالتالي يبقى نوع الادزوربن ده بيتحدد من الميثود، والحاجه الثانيه اللي بتتحدد من الميثود هي الميثود اوف اكتيفيشن، وغالبا بتكون مثلا يقول لك ايه، خد التي ال سي بليت ده قبل ما تستخدمه وقبل ما تعمل بيه اي حاجه، خده حط اعمل له هيتنج عند درجه حراره معينه مثلا 110 لمده 30 دقيقه نص ساعه، سيبه كده في اوفن وحط عليه درجه حراره 110، السيليكا بتستحمل الحراره العاليه دي ما فيهاش اي مشكله، والالومنيوم شيت بتستحمل، فتحطها وسيبها عند درجه الحراره دي لمده نص ساعه، انت كده بتطمن ان اي ميه موجوده انت كده اباف البويلنج بوينت بتاعت الووتر، وبالتالي اي ميه موجوده ماسكه مع السيلانول هيحصل لها ايفابوريشن، فانت كده بترجع السيلانول جروبس تكون فري تاني وافيلبل انها تقدر تعمل انتر اكشن بعد كده لما تحط لها السامبلز بتاعتك. تمام، يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه السامبل، كده خلصنا الاستيشنري فيز. الحاجه الثانيه السامبل، السامبل طب ما هتقولي ما السامبل ما انا عارفها، ما هي جينجر مثلا، بس طريقه تحضيرها عامله ازاي؟ لازم هتكون في الميثود دي قايل لك المفروض تحضر كونسنتريشن قد ايه من السامبل دي، والمفروض تعمل ابلكيشن لفوليوم قد ايه على البليت. مهم قوي النقطتين دول، كونسنتريشن يعني التركيز، يعني عندي كم ملي جرام او كم جرام هيدوبوا في قد كده من السولفنت، ملي كم ملي سولفنت، ده الكونسنتريشن. تمام، الحاجة التانية الفوليوم، طب أنا حضرت الكونسنتريشن ده آخد منه فوليوم قد إيه بقى؟ كم مايكروليتر، كم مليليتر الفوليوم بتاعي اللي هاخده قد إيه؟ وأعمل له أبلكيشن على البليت بتاعي أو أحطه على التي إل سي بليت بتاعي. خلاص؟ يبقى النقطتين دول لازم الميثود تكون قايلاهم. تمام؟ الموبايل فيز قلناه خلاص، الموبايل فيز برضه هيحدد لك نوعه إيه بالظبط؟ هل هو سولفنت واحد؟ هل هو اتنين سولفنتس؟ طب لو هو اكتر من سولفنت نسبهم قد ايه؟ يقول لك مثلا ايثيل اسيتيت هيكسين 6 4، يبقى تحط مثلا 6 مللي ايثيل اسيتيت مع 4 هيكسين وهكذا. تمام، وكمان في النقطه دي ممكن احيانا يقول لك الديستنس اوف مايجريشن، ودي يعني بتبقى مهمه شويه في فكره ان انت تبقى عارف طول البليت بتاعك قد ايه. يعني مثلا اقول لك الديستنس اوف مايجريشن 10 سم، يبقى يفضل مثلا تعمل البليت بتاعك 12 سم، اكتر منها بشويه. تمام،
بحيث distance for migration دي تقريبا المسافة اللي هيمشيها السولفنت بالسامبل بتاعتك قد ايه. خلاص هي دي distance of migration، ودي بتبقى مهمة ان انت تلتزم بيها، لان انت ممكن لو قللت عن الديستنس دي تلاقي عندك مشكلة في السيباريشن، تلاقي المركبات اللي موجودة في الميكشر ما حصلهاش فصل بشكل كويس، لازم المركبات تمشي مسافة معينة بحيث ان يحصل السيباريشن بشكل معقول. فهمنا ازاي؟ فبالتالي دي برضو بتبقى مهمة. الدراينج كونديشنز، طب انا هعمل دراينج، انا طلعت البليت دلوقتي، هنشوف الميثود الدراينج بقى اعمله ازاي للبليت ده بعد ما طلعته من الموبايل فيز. ما هو دلوقتي البليت ده كان جوه الموبايل فيز زي ما شفنا في الجار، طب طلع من الموبايل فيز ستيل فيه بعض السولفنت موجود عليه، يبقى لازم اعمل له دراينج الاول واشيل الايه، واشيل الموبايل فيز ده. طب هعمل الدراينج ده ازاي؟ لازم الميثود تكون قايله لك، ولازم تكون قايله لك الميثود اوف ديتكشن او الفيجواليزيشن، ودي هنتكلم عليها كمان شويه، وازاي برضو تعمل انتربريتيشن للريزلتس بتاعتك. المفروض تشوف كام سبوت، طب الار اف فاليوز او الريتارديشن فاكتور هنتكلم عليه برضو، بيبقى كام رقمه قد ايه، كل الكلام ده، لون السبوتس بيبقى عامل ازاي، كل الحاجات دي الميثود بتكون مديها لك. تمام، لو في اي حاجه من الخطوات دي مش مفهومه هتتفهم بعد الايه، بعد ما نشوف البروسيديوز. بس انا بقول لكم ان الميثود دايما هيكون فيها الانفورميشن دي، والميثود دي بتجيبها يا اما من المونوجرافس بتاعت الفارماكوبيه، يا اما بتجيبها من الاكسبيريمنتال ايه ريسيرش. هنا بقى بدأنا نتكلم على الميثود نفسها، على الطريقه نفسها هتشتغل ازاي. فانت كده كده عشان تعمل ديفلوبمنت للتي ال سي ميثود، او يعني عشان تعمل تبقى عندك الميثود، هيبقى عندك الخطوات دي هتلتزم بيها. هتحضر السامبل بتاعتك، وتحضير السامبل دي زي ما هنشوف هيبقى عباره عن حاجتين، تحضر الاول الكونسنتريشن، التركيز بتاعك، تمام، بان انت توزن ماتيريال مثلا وتحطها في سولفنت، يبقى ده التركيز. وبعدين بعد كده تاخد الفوليوم اللي انت عايزه، هو ده اللي هتعمل له ابلكيشن. زي مثلا قال لك هتعمل ابلكيشن ل 1 مايكروليتر، يبقى هتاخد ال 1 مايكروليتر ده، هو ده اللي تعمله في خطوه السامبل لودنج، ان انت تحط السامبل بتاعتك على تي ال سي بليت. خلاص، طيب خطوه برضو من الخطوات المهمه اختيار الادزوربنت، ودي الميثود بتقولها لك، هتختار انهي ستيشنري فيز، ده نوع البليت اللي انت هتشتغل بيه، هتختار تشتغل بانهي تي ال سي بليت، فدي برضو من الخطوات المهمه. فانت اخترت مثلا سي البليت الفلاني ده، خلاص، يبقى من الخطوات اللي انت لازم تعملها مثلا ان انت اول حاجه تقوم عامل خط بالقلم الرصاص كده، تمام، الخط ده يبقى مثلا يعني بعيد عن البيس شويه، نص سنتي او 1 سنتي، تمام كده، وتبتدي تعمل لودنج على الخط ده للسبوت بتاعتك. خلاص، دي اسمها سامبل لودنج. طب الفوليوم اللي انت حطيته هنا ده قد ايه؟ الفوليوم ده محسوب حسب الايه، الميثود زي ما قلت لكم، تمام، حسب الميثود بتاعتك. طب تركيز السامبل لازم يكون محسوب، وانت تكون محضرها بالتركيز ده، تمام. يبقى دي الثلاث خطوات دول. طيب بعد كده بتقوم حاطط البليت ده جوه الجار، زي ما انتم شايفين هنا كده، حطيت البليت جوه الجار، الجار ده فيه موبايل فيز، الموبايل فيز ده الليفل بتاعه لازم يكون اقل من الخط اللي انت حاطط عليه السبوت بتاعتك، تمام، عشان كده بقول لكم دايما بنعمل خط 1 سم، وراعي ان ليفل السولفنت جوه يبقى اقل شويه، تمام. لو حطيته والليفل اعلى من هنا مثلا الليفل فوق ده، هتلاقي السبوت بتاعتك دابت في الموبايل فيز وما عملتش سيباريشن، لازم اسمح للموبايل فيز ان هو اللي يتحرك ويروح للسامبل بتاعتي وياخدها ويمشي بيها بالكابيلاري فينومينا او بالخاصيه الشعريه، تمام كده، فهمنا ازاي؟ يبقى الخطوه اللي وراها ان انا حطيت البليت بتاعي جوه الموبايل فيز، رعيت ان الموبايل فيز ليفل بتاعي يكون اقل من المكان اللي انا حاطط فيه السبوت، او بنقول عليه الفرونت الاوريجن لاين يعني بتاعي، وبعدين اعمل حاجه اسمها ديفلوبمنت، يعني اسمح للسولفنت انه يمشي زي ما قلت لكم وياخد السامبل ويتحرك بيها جوه الموبايل في جوه الاستيشنري فيز، ده اسمه ديفلوبمنت، تمام. طبعا السولفنت بيفضل ماشي، انا ببقى محدد مسافه معينه يمشيها، هي دي الديستنس اوف مايجريشن. زي مثلا قال لي ديستنس اوف مايجريشن 10 سم، انا بكون قايس من الاول 10 سم وحاطط خط تاني فوق هنا بنقول عليه سولفنت فرونت، تمام، ده الخط التاني اللي بيكون موجود فوق. خلاص، يبقى اول ما السولفنت يفضل ماشي انا ببقى شايف السولفنت ده متابعه، زي ما انتم شايفين كده، شايفين السولفنت عمال يتحرك اهو، تمام، السولفنت هنا عمال يتحرك لغايه لما يوصل للايه، السولفنت فرونت او المكان اللي هو فوق ده، خلاص هو ده اللي انا هقدر ان انا ايه اشتغل بيه، اوقف عنده، خلاص اقوم ساحب بقى البليت بتاعي مطلعه من الجار، واعمل بقى الفيجواليزيشن وخطوه الانتربريتيشن هنتكلم عليهم كمان شويه. خلاص كده، تمام، تعالوا بقى نشوف كده الخطوات واحده واحده، انا كده الفكره العامه شرحتها، تعالوا بقى نشوف الخطوات كده واحده واحده ازاي بتتعمل. اول خطوه عندي هتكون السامبل بريباريشن، دي اول خطوه بتكون موجوده عندي، ان انا تو ديفلوب تي ال سي ميثود للسبستنس بتاعتي، ان انا احضر السامبل بتاعي. وناخد بالنا هنا من نقطه مهمه جدا، انا عشان يبقى عندي successful TLC experiment او يبقى عندي تجربة ناجحة لل TLC
يفضل جدا جدا جدا، ومش يفضل يعني نقدر نعتبره مانداتوري، حاجه لازم يعني واجبه، ان انت تعمل ايه؟ تعمل تي ال سي بليت، ويكون في مكان طبعا للسبوت بتاعت السامبل بتاعتك اللي احنا قلنا عليها اللي احنا عايزين نشوفها، ومكان تاني جنبه لازم يكون للستاندرد او بنقول عليه ريفرنس. ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ عشان المقارنه. يعني مثلا انا عندي جينجر عايز اشوفه، عايز اشوفه هو حلو ولا لا، يكون عندي عينه ريفرنس ستاندرد جينجر، انا متاكد انها جينجر وانها جينجر كويس كمان، تمام؟ او على الاقل يكون عندي مركب من الجينجر ده موجود كريفرنس ماتيريال معايا. وعلى فكره الميثود اللي انت بتطلعها من الفارماكوبيا او من الاكسبيرمنتال ريسيرش بتكون محدده هي استخدمت الريفرنسز الفلانيه، فانت ممكن تعمل نفس او تستخدم نفس الريفرنسز اللي قالت عليها الايه؟ الميثود. قالت لك انا استخدمت ستاندرد جينجر سامبل، هتستخدم. قالت لك انا استخدمت مركبات معينه موجوده جوه الجينجر، هستخدم. قالت لك انا استخدمت مركبات تانيه خالص مش شرط تكون موجوده في الجينجر على فكره، برضو ممكن زي ما هنشوف تقدر ان انت ايه؟ تستخدمها. فالريفرنس ده لازم يكون موجود، وهنفهم ممكن ازاي ما تكونش موجوده في الجينجر ونستخدمها كريفرنس، هنفهم ازاي. تمام؟ طيب. يبقى لازم احضر، وبالتالي في خطوه التحضير بتاعت السامبل دي انت بتحضر حاجتين مع بعض وفي نفس الوقت، بتحضر السامبل وبتحضر الستاندرد سوليوشنز، لازم. تمام؟ الاثنين مع بعض. التركيز طبعا بيختلف من ميثود للتانيه، ولكن الاغلب ان التركيزات بتتراوح ما بين 0.2 ل 0.5%. 0.2 دي 0.5% معناها ايه؟ يعني مثلا بوزن 0.2 جرام وبدوبهم في 100 مللي من السولفنت. السولفنت ممكن يكون ميثانول وممكن يكون كلوروفورم، دول التو اكتر تو سولفنتس بنستخدمهم في القصه دي. يبقى ده الافريج كونسنتريشن. ممكن تلاقي ميثود مستخدمه كونسنتريشن اقل من ده، وممكن تلاقي ميثود تانيه مستخدمه كونسنتريشن اعلى من ده، عادي حسب الميثود بتاعتك بتحضر الايه؟ التركيز. وفهمنا كلمه بيرسنت دي، يعني 0.2% معناها 0.2 جرام ان 100 مل ان 100 مل، تمام؟ سولفنت. تمام؟ ممكن طبعا الارقام دي تتغير، يعني بدل ما تستخدم 0.2 جرام في 100 مل تستخدم مثلا 0.1 جرام في 50 مل، عادي، ما هي نفس الريشيو، او تنزل كمان عن كده عادي جدا. تمام؟ المهم النسبه دي، النسبه دي تكون موجوده. طيب هنا مثلا لما تيجي تشوف الطريقه مستخدم فيها كونسنتريشنز مختلفه اعلى من دي، اعلى من اللي هنا، مش كده؟ بقول لكم ده الافريج، انما يعني ممكن تبقى اعلى وممكن تبقى اقل حسب الايه؟ الميثود اللي موجوده عندك. طيب الخطوات بقى بتتم ازاي؟ الخطوات بسيطه جدا جدا جدا، بتوزن الوزنه بتاعتك اللي انت عايزها. تمام؟ سي مثلا ان انا حاوزن 0.1 جرام مثلا، مثلا ايا كانت الوزنه بقى حسب الميثود، وبتحطها في السولفنت اللي انت مختاره اللي هو برده الميثود بتقول عليه، لو بقول لكم غالبا بيكون حاجه من الاثنين دول. تمام؟ والفوليوم انت بتاع السولفنت بيكون حاسبه حسب الكونسنتريشن اللي انت عايزه. مفهوم كده؟ فيها مشكله الحكايه دي؟ يبقى كده الدنيا ايه؟ واضحه جدا. زي مثلا زي ما قلت لكم هلتزم بالتركيز ده، يبقى حوزن هنا 0.2 جرام وهحطهم في 100 مللي من الايه؟ السولفنت بتاعي. هنا هو عامل تركيزات اعلى من كده بكتير، يعني حاطط 0.1 جرام في 1 مل مثلا. تمام؟ فده تركيز اعلى من الايه؟ من الكلام ده بكتير، يعني بنتكلم هنا في تركيز 10% مثلا، لو بنتكلم في هنا اللي هو ال 1 جرام مثلا بير 10 مل، ده بنتكلم في حوالي 10% تركيز. تمام؟ ايا كان حسب الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها، بس المهم انت تبقى فاهم احنا بنعمل ايه، لان يعني احنا بنوزن كميه وبندوبها في كميه من فوليوم معين من السولفنت عشان احدد او اعين كونسنتريشن معين. خلاص كده؟ طيب هنا في شرط مهم جدا عشان تعمل الكلام ده، لازم الماتيريال اللي عندك تكون باودرد. ليه؟ لان انت باختصار هنا انت تقريبا بتعمل زي فكره الاكستراكشن اللي كنا بنعملها في الاكستراكتيف فاليوز، بتعمل اكستراكشن للمواد الفعاله اللي موجوده في البلانت ده وتوديها في السولفنت اللي انت مستخدمه. فلازم يكون النبات بتاعك باودرد عشان تبقى السيرفيس اريا اللي افيلبل للاكستراكشن تبقى كبيره، وبالتالي يحصل الاكستراكشن بشكل ايه؟ كويس. تمام؟ طيب الاكستراكشن هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق الستيرنج او عن طريق الهيتنج. يبقى انت ممكن ببساطه شديده زي ما هنشوف في الفيديو في السلايد اللي جايه، ان انت تعمل تحط حاجه اسمها ماجنتيك ستيرر. الماجنتيك ستيرر ده يكون متوصل بماجنتيك او تحط حاجه اسمها ماجنت، سوري، الماجنت ده بيكون متوصل زي مغناطيس كده، بيكون متوصل بماجنتيك ستيرر تحتيه، بحيث ان هو اول ما الماجنتيك ستيرر ده يشتغل الماجنت ده يبتدي يشتغل جوه السوليوشن بتاعك ويتحرك ويعمل ستيرنج. كويس جدا. الستيرنج ده ممكن يتم لمده من 3 ل 30 دقيقه حسب الميثود، ويعمل لك الافيشنت اكستراكشن اللي انت عايزه. او ما عندكش الكلام ده وعندك الكومباوندز بتاعتك ستيبل في الهيت، ممكن تعمل هيتنج برضه، تغليهم مع بعض، تغلي السوليوشن
او الماتيريال مع السولفنت بتاعك لمده معينه، وتسمع ده كده تعمل لها كولينج. انا بفضل دايما في الخطوه دي ان احنا نعمل الايه الستيرنج، ولكن حسب الميثود برضو ما هي قايله. تمام، وهنشوف خطوه الستيرنج دي في الايه السلايد اللي جايه بشكل كويس عشان تفهموها. خلاص، يبقى زي ما قلت لكم دي من الحاجات الاساسيه عشان تعمل عمليه الاكستراكشن بشكل مظبوط. بس ستيل دلوقتي ايه اللي حصل بعد الخطوه دي؟ المواد راحت من الباودر، بقت موجوده المواد الفعاله اللي انت بتدور عليها بقت موجوده جوه السولفنت بتاعك، بس ستيل الاثنين موجودين مع بعض لسه، السولفنت والباودر، فبتحتاج تعمل خطوه فلتريشن او سنتريفيوجيشن، تفلتر فلتره عاديه خالص زي اللي بتعملوها في المعمل، بحيث ان انت تفصل الباودر اللي انت ما بقتش عايزها، دي بقت اكزوستد باودر، وتاخد بس السوليوشن بتاعك زي ما شرحنا قبل كده في فكره الاكستراكتيف ايه فاليوز. الفلتره اللي نازل ده اعمل له ايفابوريشن، اخلص من السولفنت، والاكستراكت اللي موجود عندي ده ادوبه في كميه قليله خالص من السولفنت بتاعي واعمل بيها سبوتنج. يبقى دي طريقه تحضير السامبل والستاندرد، والاثنين لازم يتحضروا مع بعض في نفس الوقت وبنفس الكونديشنز. مفهوم؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا. تمام، ده فيديو بيبين لنا موضوع الستيرنج اللي كنت قلت لكم عليه. هنا مثلا دي عينه كنابس. تمام، عينات الكنابس هنا اللي احنا عايزين نعمل لها سبوتنج عينات مختلفه from different batches وعايزين نحكم عليها، فبنوزن الوزنات بتاعتنا. تمام، يفضل بقى في الحاله دي طالما بتقارن سامبلز ببعض، يفضل زي ما قلت لكم ان كلهم يكونوا معمولين بنفس الكونديشنز وفي نفس الوقت. هنا مثلا عندك سامبل، ومثلا زي سي مثلا ده ستاندرد، ده سامبل تانية، ده سامبل تالتة، يبقى كله بيتعامل مع بعضه في نفس الوقت وبنفس الكونديشنز، يبقى حوزن منهم كلهم نفس الكميات، وهحط عليهم كلهم نفس السولفنت بنفس الفوليوم، هو ده فكره نفس الكونديشنز، وهعمل لهم كلهم ستيرنج في نفس الوقت. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ستيرنج، شايفين القرص ده؟ القرص ده هو الماجنت، هو ده المغناطيس بتاعي، وبيبقى محطوط على حاجه تحت اللي هو اللي بنقول عليها الماجنتيك ستير، زي ما هنشوف في الفيديو. اول ما بنشغله بيبتدي الماجنت ده يتحرك جوه اوتوماتيك مع الماجنتيك ستير اللي موجود تحت، فيبتدي يعمل ستيرنج للمواد اللي عندي او للباودر اللي عندي او للهرب اللي عندي مع الايه مع السولفت. طبعا هنا هو لو تلاحظوا في مشكله عاملها صغيره، ان هو هنا عامل مش عامل لها باودرنج. الباودرنج المفروض يبقى افضل بكتير في عمليه الاكستراكشن، خلاص، ان انت تعمل باودر الماتيريال بتاعتك خلاص، وبتستنى عليها وقت معين 3 دقائق 10 دقائق وات ايفر حسب الستيرنج ميثود ما قايله لك تعمل ستيرنج قد ايه، وبعدها بتشوف ان السولفنت نفسه لونه اتغير. يعني المفروض ده السولفنت كده كلير ما فيهوش حاجه، ده شكل السولفنت الطبيعي، انما هتلاقي لونه اتغير ليه؟ لان بدات المواد تخرج من الباودرد ماتيريال او من البلانت ماتيريال وتروح في السولفنت ايه بتاعك. تاخد بقى الكلام ده بعد كده وتعمل له فلتريشن زي ما قلنا، وتعمل بقى الايفابوريشن للايه للفلترت، بحيث ان يبقى عندك اكستراكت تدوبه في كميه قليله من السولفنت وتعمل منه ايه سبوتنج. لان انت طبعا الهدف من انت تعمل ايفابوريشن للسولفنت انت تخلي الاكستراكت بتاعك كونسنتريتد، وبعدين تدوبه في كميه قليله خالص من السولفنت بحيث يفضل كونسنتريتد زي ما هو عشان تقدر تعمل له ايه سبوتنج وهو كونسنتريتد كده. تعالوا بقى نشوف الفيديو ده.
طبعا زي ما شفنا كده لون السولفنت اتغير ازاي في الاخر بشكل كبير جدا، انه اخد المواد الفعاله اللي موجوده جوه الايه، جوه السامبل بتاعتي. الخطوه الثانيه في التي ال سي كروماتوجرافي، لو فاكرين بعد السامبل، بعد ما حضرنا السامبل بتاعتنا والستاندرد، هي الادزوربنت تشويس، او هي اختيار التي ال سي بليت حسب الميثود اللي انا لقيتها، سواء في الفارماكوبيا او غيره، بختار بقى التي ال سي بليت بتاعي. طبعا احنا عندنا نوعين اساسيين زي الاتش بي ال سي بالظبط اللي اخدتوه مع دكتور عمرو. عندنا حاجه اسمها نورمال فيز، وعندنا حاجه اسمها ريفرسد فيز. النورمال فيز اللي هو هتلاقي عندك غالبا البليت بتاعك بيبقى عباره عن تي ال سي، عباره عن سيليكا جيل عاديه خالص، او بنقول عليها سيليكا جيل جي اف، بتبقى فلوريسنت تمام، ودي بتبقى بولر. يعني هنا الاستيشنري فيز بتاعي بيبقى بولر، يبقى لازم اراعي ان الموبايل فيز اللي هستخدمه معايا يكون نون بولر تمام، لان اتفقنا لازم يكون في ديفرنس في البولاريتي ما بين الاثنين. وغالبا غالبا النوع ده بينفع كويس قوي في الحاجات اللي هي لو بولاريتي او ميديوم بولاريتي في عمليه السيبريشن بتاعها، لان الحاجات الهايلي بولر قوي اللي بيحصل فيها ايه، انها بتقوم ماسكه في السيليكا دي لانها بولر قوي زيها، وما بتتحركش بقى عليه، فما بتقدرش تعمل سيبريشن بشكل كويس. فيفضل دايما ان الميكتشر اللي عندك لو كان اوف لو او انترميديت بولاريتي تستخدم معاه سيليكا. طب لو كان اوف هاي بولاريتي تستخدم حاجه اسمها ريفرسد فيس، يعني بتجيب التي ال سي بليت بتاعك هو بس بتكون الماده اللي موجوده عليه عباره عن اوكتا ديكايل سيليكا وعملنا فيها موديفيكيشن، بدل ما كانت عباره عن او اتش كده، لا ما بقتش الاتش دي موجوده، وبقى عندي هنا سيلانول كده عليه ايه، عليها سي 18 بنقول عليها تمام، بقى عندي هنا ايه 18 كربونه موجودين على سوري على الاو دي على طول تمام كده 18 كربون. ف18 كربون دي بتخلي المركب عندك او بتخلي السيليكا بقت نون بولر، لان الكربونز كل ما تزيد كل ما البولاريتي تقل، وبالتالي يبقى المركب ده ينفع قوي ان هو يمسك الحاجات النون بولر ويخلي الحاجات الهايلي بولر تبتدي تتحرك مع الموبايل فيز ايه بتاعنا. وبالتالي يبقى انت كده فهمنا ان احنا عندنا الميكتشرز بالشكل ده، وحسب بقى طبعا في بعض الحاجات بتفصل كويس قوي على السيليكا، بعض الحاجات التانية لا محتاجه ريفرسد فيز عشان تتفصل بشكل كويس، هي حسب بقى الميكتشر نفسه، طبيعه الميكتشر نفسه عامله ازاي، وانت عايز ايه من الميكتشر ده. يعني مثلا خلينا اديكم مثال عشان تفهموها. مثلا افترض ان انا عندي مثلا حاجه زي الاوليف اويل مثلا تمام، الاوليف اويل ده المفروض ان هو وعايز اشتغل عليه وعايز افصل المركبات اللي موجوده فيه. الاوليف اويل ده المفروض ان فيه تو فراكشنز اساسيين، فراكشن بيمثل مثلا 90% او 99 او 95% من الاوليف اويل اللي هو الفاتي اسيدز خلاص، والفاتي اسيدز دي كلها بتبقى نون بولر، نون بولر جدا كمان تمام. وال 10% او ال 5% اللي فاضلين عباره عن حاجات فينولكس، فينولكس يعني فيها فينولز وفيها او اتشز، وبالتالي بتبقى حاجات بولر شويه. وانا مثلا عايز من المركبات دي عايز الحاجات البولر، يبقى اعمل ايه بالعقل كده؟ انا طالما عايز البولر تمام، يبقى انا بالعقل كده اروح استخدم على طول ريفرسد فيس. ليه؟ الريفرسد فيس هيمسك لي كل الحاجات النون بولر دي وهتفضل موجوده، والفينولكس او الحاجات البولر دي هي اللي هتمشي على البليت واقدر ان انا اشوفها. فهمنا ازاي؟ لانها مش زيها، مش شبه الريفرسد فيس، وبالتالي هي اللي هتتحرك وهي دي اللي هتتشاف، والفاتي اسيدز هتفضل موجوده وقاعده على الايه؟ على البيز لاين. فهمنا؟ يبقى هي الفكره في كده، انت بتشتغل بالشكل ده بحيث ان انت حسب انت عايز ايه والميكتشر بتاعك عباره عن ايه، تبتدي تختار الادزوربنت بتاعك سواء نورمال فيز او ريفرسد فيز. الخطوه اللي بعد كده اللي هي خطوه السامبل لودنج، خلاص اخترت السامبل، اخترت التي ال سي بليت بتاعك، زي مثلا ده سيليكا تي ال سي بليت عادي جدا، وعملت تحضرت السامبل والستاندرد، مهم قوي حضرت الاثنين السامبل والستاندرد مع بعض. ابتدي اعمل لودنج او بنقول عليها سبوتنج، ان انا اعمل سبوت للسامبل وسبوت للايه؟ للريفرنس تمام؟ طريقه اللودنج او طريقه السبوتنج بتختلف بقى حسب انت عايز تعمل ايه. لو انت مجرد شغال بس تي ال سي كواليتيتيف كده، ان انت عايز تشوف اه والله انا عندي عدد المركبات الفلاني والسبوتس مثلا شكلها بتاع بتقارنها بس بريفرنس مجرد كواليتيتيف كده، ممكن جدا تستخدم حاجات زي الجلاس كابيلري مثلا، زي دي كده كابيلري رفيعه خالص بتبقى ازاز، بتسحب بيها بتحطها في السامبل، تسحب لك شويه من السامبل بالكابيلري فينومينا برده، وتقوم حاططها على الايه، اعمل لها لودنج على بيربنديكولر، بطريقه بيربنديكولر كده على التي ال سي بليت. ممكن تستخدم حاجه اسمها مايكرو بايبات، المايكرو بايبات دي زي دي كده مثلا، دي بتبقى ادق شويه. ليه؟ لان دي بتقدر تقول لك انا مثلا هتقول لها انا عايز اعمل لودنج مثلا ل5 مايكرو لتر او ل4 مايكرو لتر، يبقى بتقدر تعمل لودنج لفوليوم معين انت عايزه. انما الكابيلاريز ما بتبقاش دقيقه قوي، بتنزل لك كميه وخلاص، ما بتبقاش عارف الكميه دي قد ايه لانها مش جراديويتد، يعني ما فيهاش ايه تدريج. انما الكابيلاري
او سوري المايكرو بايبات. المايكرو بايبات بتبقى جراديويتد وبتقدر تحدد لها بالظبط انت عايز تقول لها انا مثلا عايز انزل مثلا 5 مايكروليتر، فبقى حد يعني اعمل لها جراديويشن على 5 مايكروليتر واعمل لودنج ففعلا تنزلي الفوليوم اللي انا عايزه اللي هو الايه ال 5 مايكروليتر. تمام كده. ممكن استخدم سرنجات بنوعها مايكرو سيرنج، ممكن استخدم حاجات زي اللي في الصوره دي بنوعها باستور بايباتس. كل الحاجات دي اقدر ان انا اعمل بيها ايه لودنج. تمام. في حاجه بقى مهمه قوي اسمها الاوتوماتيك ابليكيتور، يعني حاجه كمبيوترايزد، بمعنى ان انا بجيبه بستخدمه. ده بستخدمه بالذات لو انا هعمل كوانتيتيشن بقى، يبقى لو انا هعمل كوانتيتيشن بيبقى عايز الحاجات تبقى دقيقه قوي، فخلي الكمبيوتر هو اللي يعملها لي. فبجيب جهاز اسمه اوتوماتيك ابليكيتور متوصل بالكمبيوتر، اقول للكمبيوتر والله اعمل لي نزل لي او اعمل لي سبوتنج ل 3 مايكروليتر، هو اوتوماتيك يشتغل ويبتدي يعمل زي ما هنشوف لودنج ل 3 مايكروليتر دول. فده بستخدمه في الحاجات اللي بيبقى فيها كوانتيتيف ابلكيشنز، يعني ديترمينيشن للايه للكونسنتريشن بتاع المركبات اللي هتبقى موجوده على التي ال سي، وهنفهم بتتعمل ازاي. الخطوه اللي وراها عملت لودنج خلاص، يبقى الخطوه اللي وراها هي عمليه الديفلوبمنت. اخد بقى تي ال سي بليت، المفروض ان زي ما قلت لكم هيكون في على الاقل سبوت للسامبل مثلا وسبوت للريفرنس، او حاطه جوه الجار بتاعي. الجار المفروض يكون فيه موبايل فيز، وقلنا ان لازم الليفل بتاع الموبايل فيز يكون اقل من الليفل اللي فيه السبوتس في بدايه الاكسبيرمنت، بحيث ان الموبايل فيز يبتدي يتحرك بالكابيلاري فينومينا ويبتدي يخش جوه الاستيشنري فيز ويعمل فلوينج ثرو ات، ويبتدي ايه ان هو ياخد السامبل بتاعتي ويتحرك فيها. خلاص مفهوم كده. يبقى دي نقطه مهمه جدا. طبعا الديفلوبمنت ده بيكون فيه ديستنس اوف مايجريشن زي ما قلنا من الميثود بنبقى عارفينها، وبالتالي انا ببقى محدد السولفنت فرونت بتاعي اللي هي النقطه اللي هقف عندها اول ما السولفنت يوصل لها، هو ده الاند لاين بالنسبه لي. زي ناس كده بتجري في سبق، فالسبق ماشي، الناس عماله تجري تجري، السولفنت عمال يجري لغايه لما يوصل للاند لاين، بقوم ساحب الايه بقوم ساحب البليت بتاعي. خلاص انا كده مش عايز حاجه من الجار ده خلاص. تمام فهمنا. مهم قوي بقى في نقطه الديفلوبمنت دي، حاجه مهمه جدا برضه لازم نبقى واخدين بالنا منها. زي ما انتم شايفين الجارز دي لازم تكون مقفوله وقت الديفلوبمنت، وحتى قبل الديفلوبمنت الجارز دي لازم تكون مقفوله وفيها الموبايل فيز من بدري، بمعنى ان انا لما اجي اعمل تي ال سي من الخطوات المهمه قوي ان انا احضر الموبايل فيز بتاعي واحطه جوه الجار واقفله قبل ما اعمل اي حاجه واسيبه شويه. الخطوه دي بنقول عليها ساتوريشن. يعني ايه ساتوريشن؟ يعني انا مطلوب مني ان لازم يكون الجار كله تمام في ساتوريتد بالفيبرز بتاعه السولفنت. اغلبيه السولفنتس دي بتكون فولاتايل او بيبقى ليها فابورايزنج بروبرتي شويه، تمام مش عاليه قوي، ولكن في فيبرز بتتكون فيها. وبالتالي لما بيكون الكلوز سيستم انا بضمن كده ان الفيبرز اللي هتطلع مش هتطلع بره وتروح خلاص، لا دي هتفضل موجوده جوه هنا تمام، وتعمل ساتوريشن للكونديشنز كلها او للانفايرمنت كلها جوه. الساتوريشن ده مهم قوي عشان يحصل سيبريشن بشكل حلو. في بعض الاحيان السيبريشن بيتاثر جدا لو انت مش عامل ساتوريشن للتشامبر دي او للجار ده اللي انت شغال فيه في التي ال سي. ده مهم قوي. خلاص يبقى كده احنا فهمنا ان زي ما قلت لكم بنحضر الموبايل فيز من بدري ونقفل الجار عشان يحصل ساتوريشن. وساعات في بعض الناس بتقوم حاطه فلتر بيبر كده جوه الجار بحيث ان تساعد برده في عمليه الساتوريشن بشكل احسن. وزي ما قلت لكم تبتدي ان انت ايه بعد فتره خلاص عملت السبوتنج تفتح تحط البليت وتقفل على طول، بحيث تحافظ برده ان الانفايرمنت جوه تفضل ساتوريتد طول فتره الايه الديفلوبمنت. الفيديو ده من الفيديوز اللي هتبين لي الخطوات اللي انا قلتها لغايه دلوقتي، اللي هي خطوه السبوتنج وخطوه الايه زي ما قلت لكم الديفلوبمنت. انا مشكلتي زي ما قلت لكم ان انا مش عارف انتوا اخدتوا تي ال سي قبل كده ولا لا، فانا عشان كده بادئ معاكم حتى من يعني من انا معتبر ان انتوا ما خدتوش خالص قبل كده. تمام. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده كده. Thank you.
زي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان حصل عملية الديفلوبمنت، بس هتلاحظوا ان الفيديو اللي فات السبوتس بعد الديفلوبمنت كانت انت شايفها قدامك. طبعا ده لان ممكن تكون السبوتس دي كولرد، يعني هي اوريدي بتاخد كولر في اللايت العادي اللي هو الفيزيبل لايت بتاعنا ده، مجرد انها بتتعرض ليه هي بتاخد كولر لان عندها القدره انها تابزورب في الفيزيبل لايت. تمام، لان احنا اتفقنا ان المركب مثلا عشان يبان له لون يبقى معناه ان هو بيقدر يابزورب في الفيزيبل لايت. طب في مركب تاني مش هيبان له لون في الفيزيبل لايت، بس ممكن يبان له لون تحت اليو في لايت، يعني كان ابزورب ذا يو في راديشن وتقدر انها تاخد تدي لون ساعتها. تمام، في الحاله دي اللي بنقول عليها بيبقى عندها كونجوجيتد سيستم، يعني عندها اكتر من دبل سنجل دبل، عندها كونجوجيتد سيستم موجود. خلاص، وبالتالي هنا في نقطه مهمه جدا ان انا لازم يكون عندي حاجه مهمه جدا اسمها الميثود او اسمها التي ال سي فيجواليزيشن، بمعنى ان مش شرط بعد ما اعمل عمليه الديفلوبمنت التي ال سي بليت يكون باين عليه اي سبوتس خالص، هو هيكون حاصل سيبريشن بس انت شايف بليت عندك قدامك عادي جدا ما فيهوش اي اي سبوتس. اول ما بتطلع التي ال سي بليت من الموبايل فيز مهم جدا ان انت تسيبه الاول يحصل له دروينج، يعني تو ريموف الموبايل فيز. احنا اتفقنا ان الموبايل فيز في اغلبيه الاحوال بيكون عنده القدره الفولاتيليتي بتاعته بتبقى عاليه جدا، مجرد ان انت ما بتطلع هو بيكون بس مندي كده، بتحس ان البليت مندي فيه موبايل فيز شويه، مجرد ان انت تسيبه شويه في الهواء او بتعمله دراينج في بعض الاستشوارات والحاجات دي بنستخدمها، بتطلع هواء سخن بتعمل دراينج للايه؟ للموبايل فيز، بنقول عليه اير دراير. تمام؟ بتعمل دراينج بشكل كبير جدا وبتخلي عندك البليت يرجع لحالته الاصليه كانك حاطه قبل الايه؟ قبل الديفلوبمنت. ولكن الفكره ان في سبوتس بس انت مش شايفها، فبالتالي محتاج تعمل فيجواليزيشن، يعني محتاج تحط حاجه على التي ال سي بليت تساعد في عمليه ان انت تشوف السبوتس بتاعتك. هنا مهم قوي تبقى فاهم ان التي ال سي فيجواليزيشن عنده تو ميثودز اساسيين. الميثود الاولانيه بنقول عليها نون ديستركتيف ميثود، والميثودز الثانيه بنقول عليها ديستركتيف. يبقى دول النوعين، نوع بنسميه نون ديستركتيف ونوع بنسميه ديستركتيف. النون ديستركتيف ميثود ده معناها ان انت وانس ان انت عرضت او شوف او هي طريقه للفيجواليزيشن، طريقه ان انت تشوف بيها السبوتس من غير ان انت ما تدمر البليت، يعني البليت بتاعك هيبقى زي ما هو وتقدر تستخدمه في اي حاجه انت عايزها بعد كده. انما الديستركتيف ميثود معناها ان انت حطيت ريجنت معين على البليت فشفت السبوتس بتاعتك، بس خلاص البليت ده كده غالبا بعد 3 4 دقايق هتلاقيه لونه بهت وشكله اتغير وما تقدرش ان انت تستخدمه لفترات طويله. فهمنا ازاي؟ ده معنى الفرق بين الاثنين، ان نون ديستركتيف انت غالبا البليت زي ما هو ما عملتش فيه حاجه بس قدرت تشوف السبوتس بتاعتك. اما ديستركتيف معناها ان انت غالبا هتحط ريجنت، فالريجنت ده هيخليك تشوف السبوتس في اول مرحله وبعد كده خلاص بقى البليت ده مش هتقدر ان انت تستخدمه في اي بروسيدورز ثانيه لان انت كده عملت كيميكال رياكشن عليه. فهمنا ازاي؟ هي دي الفكره. النون ديستركتيف بسيطه جدا، هي اليو في لايت، ان انت ممكن لو البليت لا، بس ده الشرط فيه ان المركبات اللي عندك تكون بتابزورب في اليو في راديشن، ففي الحاله دي زي ما قلت لكم عندها كونجوجيتد سيستم، اروماتيك رينجز، حاجات بالشكل ده. لو مركبات بالشكل ده فهي اول ما تحط البليت بتاعك، هو البليت اصلا ما فيهوش حاجه كده، اول ما تحطه تحت اليو في لايت تبتدي تشوف سبوتس زي ما انتم شايفين كده. تمام، لان المركبات هنا قدرت تابزورب اليو في راديشن اللي هي متعرضه له وتبتدي تاخد لون بالشكل ده، بنقول عليها كوانشنج، او ساعات في بعض المركبات لما تعرضها لليو في لايت تطلع فلوريسنس، فتشوف فلوريسنس تحت الميكروسكوب تحت اليو في لايت. وهنا بيبقى عندي دايما في اليو في لايت تو ويف لانثس، واحد بيقيس عند 254 نانومتر، واحد بيقيس عند 360 نانومتر. فحسب بقى دي بتقيس الفلوريسنس اكتر، يعني مركبات عندها فلوريسنس بتشوفها هنا، ودي بتقيس حاجه اسمها الكوانشنج او اليو في ابزوربشن، بتبقى هنا اكتر. تمام كده، ده بالنسبه للايه؟ للجزء ده. يبقى كده فهمنا دي طريقه عادي جدا. طب انا لو طلعت البليت دلوقتي من تحت الايه؟ اليو في لايت ده، خلاص يرجع زي حالته الطبيعيه من غير اي حاجه، ترجعه تاني، تقدر ترجعه تاني في اي وقت وتشوف السبوتس تاني لو عايز. تمام، يبقى عشان كده بنقول عليها ايه؟ نون ديستركتيف. ويونيفرسال، يونيفرسال فيها كلام شويه لانها فيها بعض السبيسيفيسيتي شويه برضو للمركبات اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى اكتر رايحه في حته الكونجوجيتد سيستم، ولكنها مش سبيسيفيك لكلاس معينه، عشان كده بنقول عليها يونيفرسال برضو. تمام، يعني اي مركب هيكون فيه بنزين رينج هتشوف تحت اليو في، عشان كده بنعتبره ايه؟ يونيفرسال. تمام، المركبات الوحيده اللي مش هتبان اللي هي ما فيهاش كونجوجيتد سيستم. طيب المجموعه الثانيه اللي هي الديستركتيف، الديستركتيف فيها نوعين برضو. الديستركتيف ممكن يكون الريجنت اللي انت هتحطه يدي، غالبا بيدي كولر، الريجنت اللي انت هتحطه ده غالبا هيدي كولر، فالريجنت ده ممكن يكون يونيفرسال، يعني بيدي مع اي حاجه موجوده على البليت بتاعك، وممكن يكون سبيسيفيك لسيرتن كيميكال كلاس اوف كومباوندز، لمجموعه معينه من المركبات. وتعالوا نفهمها الحته دي شويه.
يعني مثلا انا عندي الكالويدز، الكالويدز دي موجوده على البليت بتاعي، تمام، وارد جدا، وعندي مثلا مع الالكالويدز دي سابونينز مثلا، تمام، ممكن ان انا ارش بحاجه اسمها السلفوريك اسيد، تمام، او فانيلين ان سلفوريك اسيد، يعني ساعات بنستخدم ده او ده، تمام، ونعمل هيتنج، بنعمل هيتنج كده بسيط على اوفن، على سوري زي هيتر، تمام، وممكن في اوفن وقت صغير جدا، فبتبتدي يحصل ايه، تبتدي تلاقي ان المركبات اتفاعلت مع السلفوريك اسيد ده وبدات تاخد لون غامق شويه، ممكن يكون دارك بيربل، ممكن لونها كمان يتغير مع الوقت، يعني لغايه لما تبقى بلاك، تمام. الفكره هنا ان السلفوريك اسيد هيعمل التفاعل ده مع كل المركبات اللي موجوده عندك، الكالويدز بقى، سابونينز، جلايكوسايدز، كله، عشان كده سميناه يونيفرسال. انما لو انت جبت نفس البليت ما حطيتش عليه سلفوريك، رحت هرشش عليه، بدل ما تحط سلفوريك رحت حاطط دراجن دورف مثلا، ريجنت اكيد سمعتوا عنه، هتلاقي ان الريجنت ده تقرا عنه هتلاقيه سبيسيفيك للالكالويدز وبيدي معاها اورنج كولر، يبقى ده معناه ايه؟ ان لو عندي الكالويدز وسابونينز هو ملوش دعوه بالسابونينز، هو هيدي على مع الالكالويدز بس اورنج كولر، فهمنا؟ عشان كده بنقول عليه ايه؟ سبيسيفيك. يبقى انا عندي هنا نوعين من الايه، من الديستركتيف ريجنتس، ريجنتس بنقول عليها يونيفرسال، اشهرها السلفوريك اسيد والفانيلين ان سلفوريك اسيد، نوعين، في سلفوريك وفي فانيلين ان سلفوريك، وعندي سبيسيفيك ريجنتس، دي بتبقى سبيسيفيك لبعض الكيميكال كلاسز بتاعت الكومباوندز حسب بقى الكيميكال كلاس بتاعتي، عندي الكالويدز اروح ارش بدراجن دورف، عندي فلافونويدز هروح ارش بامونيا مثلا او الكالي، وات ايفر بقى الحاجه اللي عندي، او فيريك كلورايد، يعني حسب بقى ايه الحاجه اللي عندي. الخطوه الاخيره في التي ال سي ايفالويشن هو التي ال سي انتربريتيشن، ان انا خلاص انا عملت فيجواليزيشن، عرفت مكان السبوت بتاعتي، حددتها، ممكن يكون عندي سبوت واحده، ممكن يكون عندي اكتر من سبوت حسب بقى عدد الكومبوننتس اللي بتكون موجوده في المركب. يعني مثلا انا عندي كانت المفروض سامبل انا عاملها سبوتنج هنا، نفترض مثلا ان طلع لي اربع خمس دوائر هنا كده مثلا، يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا عندي خمس كومبوننتس موجودين في المكتشر ده، تمام. كل سامبل او كل سبوت من دول هي عباره عن مركب المفروض، تمام، ممكن تكون على فكره فيها اكتر من مركب اوفرلابنج مع بعض، ممكن، وارد، ولكن هنفترض ان كل سبوت من دول عباره عن مركب، خلاص. بعمل ايه؟ لازم اعمل الاول احدد السنتر بتاع كل سبوت، المفروض انها بتبقى دايره غالبا حسب طبعا ما انت عامل لها سبوتنج، نفترض انها دايره بالشكل ده، بتبقى نحدد السنتر بتاعها ونقيس المسافه اللي هي traveled by the spot، هي السبوت كانت فين؟ كانت هنا، مشيت في الاوريجن لاين هنا، مشيت لغايه فين؟ مشيت لغايه للسنتر ده، اقيس المسافه دي، تمام، واقيس مسافه تانية اللي هي traveled by the solvent، بس منين؟ برضو من نفس المكان، من الاوريجن لاين ده اشوف السولفنت ماشي قد ايه لغايه هنا عندي الفرونت لاين اللي هي الخط اللي انا كنت محدده من الاول، قلت لكم ده الاند لاين بالنسبه لي، ده اخر حاجه ماشيها السولفنت، فاقيس برضو المسافه دي، عشان كده مهم قوي القلم الرصاص في الاول ان انت تكون محدد بيه الاوريجن لاين وتكون محدد بيه الفرونت لاين، عشان لما تيجي تعمل الحسابات ما يبقاش عندك مشكله، تمام. يبقى انا كده قست مسافتين، المسافه اللي قستها مشيتها السبوت من الاوريجن لاين، وقست المسافة اللي مشيتها او مشاها السولفنت برضو من الاوريجين اي لاين، واحسب حاجة اسمها ريتارديشن فاكتور، الديستنس ترافلد باي دي سبوت على اللي هي المسافة دي لو قلنا انها اكس مثلا، على المسافة دي لو قلنا انها واي، يبقى اكس على واي هو ده الريتارديشن فاكتور، تمام، الديستنس ترافلد باي دي سبوت على الديستنس ترافلد باي دي سولفنت فرونت، والاثنين من نفس الايه، الاوريجين لاين، فهمناها؟ تمام، دي مهمة جدا، الريتارديشن فاكتور ده المفروض انه يكون سبيسيفيك لكل مركب، ومنه كمان بتقدر ان انت لما بيكون عندك ستاندرد والستاندرد ده مطلع نفس السبوت وحسبت له لقيت الفاليو بتاعت الار اف هي هنا هي هنا، يبقى معناها ان المركب اللي هنا هو المركب اللي هنا، فهمنا ازاي؟ يبقى الريتارديشن فاكتور دي مهمة قوي انها تساعدك في عملية الايه، الايدنتيفيكيشن بتاعت المركبات بتاعتك، الايدنتيفيكيشن بتاعت الايه، المركبات بتاعتك. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ناخدها في عين الاعتبار في حتة الايدنتيفيكيشن دي، لو قررت ان انت هتعمل ايدنتيفيكيشن للمركب ده عايز تعرف هو مين، يبقى زي ما قلت لكم لازم يكون عندك ريفرنس من نفس السامبل دي بس انت متأكد منه، وهيدي نفس السبوت هنا، هتقيس الار اف هنا وتقيس الار اف هنا تلاقيهم ذا سيم، وتلاقي كمان اللون بتاع السبوت دي هو هو اللون بتاع السبوت دي، يبقى الكالر بتاع السبوت هنا مهم قوي بعد الفيجواليزيشن، لو الكالر مختلف يبقى معناها الكيميكال نيتشر بتاعتهم مختلف، فهمنا ازاي؟ فدي نقطه برضو من النقط اللي لازم ناخدها في عين الايه، الاعتبار، تمام. طيب سؤال برضو، نقطه تانية في الحته دي عشان نفهمها اكتر في حته الايفالويشن، نفترض ان انا عندي مثلا هرب،
الهيرب ده هو جينجر، عامل له ريفرنس هنا او عامل له السامبل بتاعتي هنا، فلازم يكون عندي ريفرنس جينجر مثلا، تمام؟ الريفرنس جينجر ده هقارن بيه، يبقى مثلا سي عندي عدد السبوتس هنا طلع 4، تمام؟ الريفرنس طلعوا 4 في نفس المكان، يبقى معناها ايه؟ معناها ان السامبل دي فعلا كويسه جدا زي الريفرنس، فهمنا؟ لو في اختلاف في الباترن ده يبقى عندي مشكله، هنا ما طلعليش نفس الاربع سبوتس، طلع لي 2 مثلا او واحده، او ما طلعليش ولا واحده، يبقى عندي هنا مشكله في الباتش دي، فهمنا؟ يبقى المقارنه هنا مهمه قوي، ان يكون في عندي ريفرنس ماتيريال انا بقارن بيها. الريفرنس ماتيريال دي ممكن تكون مركب واحد بنقول عليه ماركر، هنتكلم عليه كمان شويه، وممكن تكون الهرب نفسه بس اوثنتيك سامبل، يعني سامبل انا متاكد منها وعارف هي ايه، وتكون هي الهرب ومحضرها بنفس الايه الطريقه. وهنا ده الكلام اللي احنا بنقوله تقريبا، انا ملخصه لكم في السلايد دي ككتابه عشان بس تبقى يبقى معاكم. يعني انت دلوقتي لو عايز تتاكد ان انت فعلا عندك تجربه ناجحه بالنسبه للتي ال سي، فانت مهم جدا ان انت تكون محضر سامبل وريفرنس الاثنين مع بعض، والاثنين مع بعض يكونوا متحضرين في نفس الوقت simultaneously وبنفس الطريقه، يعني نفس الكونسنتريشن نفس الفوليوم نفس كل حاجه. الكلام بس اللي انا قلته في السلايدز اللي فاتت كاتبه هنا عشان يبقى قدامكم، تمام؟ وبالتالي برضو مهم قوي الريفرنس بتاعك، يا هيكون بيور كومباوند وغالبا هنكون هنسميه ماركر كومباوند، يا هيكون الهربال ميكتشر كله على بعضه او الهربال سامبل بتاعتك كلها على بعضها في صوره باودر بس تكون اوثنتيك، يعني تكون متاكد منها وعارف انها هي فلان هي جينجر مثلا، تمام كده؟ طيب برضو احنا قلنا الحته دي ان الكروماتوجرافيك تشامبر بتاعتك مهم قوي فيها موضوع الساتوريشن، لازم الساتوريشن كونديشنز تاخد بالك منها، لان دي من الحاجات اللي بتاثر جدا على السيباريشن، تمام؟ وبرضو من الحاجات اللي مهمه قوي الاكتيفيتي بتاعت الادزوربنت لاير، قلنا ان الادزوربنت لاير مهم قوي ان قبل ما تستخدم التي ال سي بليت تعمل له اكتيفيشن، غالبا بيتم عن طريق الهيتنج عند درجه حراره معينه لمده مثلا 30 دقيقه. وبرضو مهم قوي الالتزام بالكومبوزيشن بتاع الموبايل فيس، كل الحاجات دي بتاثر على السيباريشن، بتاثر على السيباريشن وبالتالي بتاثر كمان على الار اف فاليوز، بتاثر على حاجات كتير جدا، تمام؟ في الحسابات. الحاجه الاخيره ان الكروماتوجرافيك تشامبر بتاعتك تاخد بالك انها تكون في مكان ما فيهوش مثلا ضوء دايركت سان لايت عليها، ممكن السامبل بتاعتك تكون لايت سنسيتيف مثلا فتتاثر باللايت ده فيحصل لها ديكومبوزيشن وهي على البليت، فمهم قوي ان انا اخد بالي من موضوع السان لايت ده، بلس كمان ان السان لايت ده بيأثر اصلا على الفلو بتاع الموبايل فيز، بيخلي الفلو بتاع الموبايل فيز مش في كل اجزاء البليت بنفس الشكل، تمام؟ وبالتالي مهم قوي ان يبقى في ايراتيك فلو بنقول عليه، وبالتالي مهم قوي ان انت يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك التشامبر بتاعتك اللي انت شغال بيها في مكان ظل ما فيهوش شمس قوي، وبتشتغل بشكل ايه؟ ما يبقاش فيه تعرض او ما يبقاش فيه يعني كونديشنز خارجيه بتاثر على السيباريشنز بتاعتك زي مثلا الساتوريشن كونديشنز وخلافه، تمام؟ تعالوا بقى نشوف الابلكيشنز، احنا كده شرحنا الميثود خلاص، تعالوا بقى نبتدي نشوف كده بعض الايه الابلكيشنز اللي موجوده عندي للثين لاير ايه كروماتوجرافي. انا النهارده هاخد تو ابلكيشنز معاكم وهخلص المحاضره بتاعتي على كده، والمره الجايه ان شاء الله هنكمل ايه جزء الكيميكال مع الجزء الفاضل الصغير اللي هيبقى فاضل هختصره لكم بحيث يبقى محاضره واحده، يبقى احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا ان شاء الله على خير. طيب بالنسبه للكيو سي ابلكيشنز اللي هنتكلم عليها النهارده، احنا هنتكلم ازاي نستخدم التي ال سي في ان احنا نعمل اناليسز لسنجل هيربس، ونركز في النقطه دي شويه يا شباب. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن يجي لي في المصنع رو ماتيريال مثلا عباره عن انايس، ده ايه ده؟ ده سنجل هيرب اهو، هيرب لوحده، او عباره عن جينجر زي ما قلنا من شويه، او عباره عن اي حاجه، المهم ان هو ايه؟ سنجل هيرب. دي ليها طريقه في الاسي او في الاناليسيس بتاعها، والطريقه دي هي اللي احنا شرحناها من شويه بس بنطبقها هنا، بنطبقها بنشوفها بعينينا كده، تمام؟ وفي طريقه تانية او في حاجه تانية، ان انت ممكن يكون عندك الميكتشر من الهربس. ميكتشر من الهربس يعني ايه؟ انت دلوقتي بدات الصناعه، زي مثلا المصنع ده بيطلع لي هربل مثلا تي باج، التي باج دي فيها اكتر من حاجه، والحاجه دي كلهم بيشتغلوا مثلا للرينال كوليكس مثلا، او كبسوله، الكبسوله دي فيها اكتر من هرب والهرب دي بتشتغل كلها للرينال كوليكس. يبقى انا مهم جدا في الكواليتي كنترول ان انا يكون عندي ميثود اقدر اعمل بيها اناليسيز للكبسوله دي، للميكتشر ده كده كله على بعضه، واطمن ان هو كويس مش بس السنجل هيربز لوحدها. فانا عندي طريقه لدي وعندي طريقه لدي اللي هي السنجل. النهارده هنتكلم على السنجل هيربز بس، ومره جايه ان شاء الله هنبتدي نركز بقى في موضوع الايه الميكتشر. خلاص تعالوا نشوف كده بالنسبه لي السنجل هيربز. السنجل هيربز مثلا انت بتبتدي تطلع اول حاجه بتجيب الميثود، الميثود بتجيبها منين؟ ممكن تكون موجوده في المصنع، ممكن تكون تجيبها من الفارماكوبيا زي ما قلنا او ريسيرش.
الميثود هتحدد لك كل الانفورميشن. اول حاجه قالت لك ان انت لو عايز تعمل تي ال سي انايس، انا مثلا جبت الميثود بتاعت الانايس من البريتش فارماكوبيا اهي، تمام؟ فبتقول لك ايه؟ بتقول لك اول حاجه لو عندك الانايس بالشكل ده فروتس كده، اعمل لها باودرنج، حولها لباودر، خلاص. استخدم لي ستيشن دي فيز عباره عن سيليكا جل فلوريسنت، فلوريس عند 254، خلاص ده نوع من السيليكا جل زي ما قلنا تي ال سي بليتس. يبقى كده قالت لك الستيشن دي فيز بتاعك ايه، خلاص. قالت لك حضر لي التست والريفرنس اهم. التست هو السامبل بتاعتي بتاعت الانايس اللي انا عايز اتاكد انها كويسه باستخدام التي ال سي، والريفرنس حددته لك. قالت لك استخدم لي مركب معين اسمه الانيتول، ده مركب من المين كومبوننتس اللي موجوده في الانايس اويل، في الفولاتايل اويل بتاع الانايس. فقالت لك استخدم لي الانيتول ده كريفرنس، يبقى ما قالتلكش استخدم لي ريفرنس كانايس نفسه، لا قالت لك استخدم لي مركب ده بس، بس وانت بتستخدمه حط معاه اوليف اويل، وهنفهم ليه. يبقى الميثود قايله لك كل الكلام ده، انت ما بتحفظوش، انت بتطبقه بس بتابلاي، تمام. طيب تعالوا الاول نشوف تحضيره الريفرنس. قال لك انت هتجيب الانيتول ده، ماده بتشتريها موجوده افيلبل كوميرشال افيلبل، بنشتريها وبندوب منها 3 مايكروليتر، تمام. طبعا بنحضر منها تركيز معين، مش عايزين نخش في تفاصيلها. المهم يعني هي بتبقى الانيتول ده بيبقى ليكويد يعني، تمام. في اغلبيه الاحيان هو بيبقى كريستلز بس يعني بيتحول ليكويد مع الوقت، تمام. او في خلينا نقول في بيحتاج كونديشنز معينه عشان يفضل كريستلز. لو هو كريستلز بتدوبه بطريقه معينه في كونسنتريشن معين، مش عايزين نخش في تفاصيلها. لو مش لو هو ليكويد بتاخد منه على طول 3 مايكروليتر، تمام، وبتاخد 40 مايكروليتر من الاوليف اويل، خلاص. الاثنين دول تحطهم مع بعض وتدوبهم مع بعض في 1 مللي تولوين، تمام، عشان يبقى سهل ان انت تعمل لهم سبوتنج، لان الاوليف اويل بيبقى انتوا عارفين بيبقى لزج شويه، الفيسكوستي بتاعته بتبقى عاليه، فبالتالي بحطهم في سولفنت. السولفنت لازم يكون نون بولر عشان ده اويل، فبالتالي بستخدم 1 مللي من الايه، 1 مللي من التولوين. يبقى هو ده الريفرنس سوليوشن بالنسبه لي، تمام كده. بعد كده الحاجه الثانيه ان انا استخدم التست سوليوشن. التست سوليوشن بالنسبه لي بيكون ايه؟ ان انا بدوب 0.1 جرام من الباودر، اتفقنا ان احنا عملنا لها باودرنج، دي السامبل بقى بتاعتي، بدوبها في ايه؟ في 2 مللي من الميثيلين كلورايد. يبقى هو محدد لك هنا السولفنت بتاعك هتستخدم ميثيلين كلورايد، وهتعمل لهم شيكنج او ستيرنج اللي احنا قلنا عليها قبل كده زي ما شفنا في الفيديو بتاع الكنابس لمده 15 دقيقه. طبعا احنا الارقام دي ما بنحفظش الكلام ده، انا بقول لكم الكلام ده ازاي بتابلاي في المعمل، تمام، بتاع كواليتي كنترول. خلاص خلصت الشيكنج، اعمل فلتريشن زي ما قلنا في طريقه التحضير، تمام، وتاخد الفلتر تعمل له ايفابوريشن تو دراينس على ووتر باث برضو عند درجه حراره 60، تطمن ان السولفنت كله طار. يفضل لك الريزيديو، الريزيديو بتاعك ده دوبه في كميه قليله خالص من السولفنت اللي انت هتستخدمه. طب السولفنت هنا ايه؟ لازم يكون نفس السولفنت بتاع الريفرنس، ففي الريفرنس انا مستخدم تولوين، يبقى هنا برضو استخدم تولوين عشان نبقى نفس الكونديشنز بالظبط، تمام. فاستخدمت فعلا دوبت النص الريزيديو اللي عندي في نص مللي من الايه، التولوين. كده بقى عندي سامبل سوليوشن اهو، وبقى عندي ريفرنس سوليوشن اهو، اقدر اعمل السبوتنج بتاعي. قبل ما انقل على السبوتنج خلينا بس نبص على الاستراكشر بتاع الانيتول عشان نفهم الكرايتيريا بتاعته او النيتشر بتاعته. هتلاحظوا ان المركب فيه اروماتيك رينج اهي واضحه جدا، يعني ده مركب ده لو انا اقدر اشوفه تحت اليو في لايت مثلا، تمام، لو عملت يو في لامب اقدر اشوفه، تمام. يبقى دي نقطه من النقط المهمه. المركب ده برضو ممكن يدي بسهوله جدا معايا لو عملت له مثلا حرقته بحاجه او حطيت له مثلا فوسفوموليبديك اسيد كري ايجنت، هنشوف الكلام ده. نيجي للخطوه بتاعت الديفلوبمنت. انا عملت سبوتنج، حطيت التي ال سي بليت بتاعي جوه الجار. الديفلوبمنت بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما تيجي تعمل سبوتنج خلي بالك حط لي في البليت ده تو سبوتس من السامبل، T1 وT2، T1 اللي هو تيست 1 وT2 اللي هو تيست 2. ايه الفرق بينهم؟ هم نفس السامبل، بس الاولانيه دي انت حطيت لي 2 مايكروليتر بس من التيست سوليوشن، يعني الفوليوم اللي انت حاطه حطيت 2 مايكروليتر. الثانيه دي هتحط 3 مايكروليتر من التيست سوليوشن، يبقى تحط 3 مايكروليتر، تمام، وجنبهم حط لي الريفرنسز اللي هم الستاندردز S1 وS2 وS3، والثلاثه هم انا محضر ليكويد واحد، انا محضر سوليوشن واحد، بس الفرق بينهم ايه؟ برضو في الفوليوم. في S1 حط لي 1 مايكروليتر من الستاندرد سوليوشن، S2 حط لي 2 مايكروليتر، وS3 حط لي 3 مايكروليتر. يبقى دي الطريقه اللي انا جايبها منين؟ من الفارماكوبيا، فبلتزم بيها. طريقه قايله لي اعمل كده، خلاص. طيب عملت السبوتنج للخمسه سبوتس دول، 2 منهم باخدهم من التست سوليوشن و3 منهم باخدهم من الستاندرد سوليوشن، والفرق بينهم وبين بعض كلهم في الفوليومز بس، خلاص كده، تمام. ابدا اعمل الديفلوبمنت بتاعي. هنا محدد لك الديستنس اوف مايجريشن اهي، ديفلوب اوفر ا باث اوف 10 سنتيمتر،
يبقى ده الديستنس اوف مايجريشن بتاعتك اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى انا اكون محدد من الاول من المسافه بتاعتي ال 10 سم من اول الاوريجن لاين لغايه هنا مثلا زي 10 سم، او عامل خط تاني هنا، يبقى هو ده الفرونت لاين، يبقى المفروض دي المسافه اللي السولفنت هيمشيها. تمام. بعد كده استخدم، قال لك الموبايل فيز اللي هتستخدمه تولوين، يبقى انت بتحط التولوين في الجار بتاعك وتعمل الساتوريشن بيه، وبعدين تحط بقى البليت خلاص، وتستنى يحصل الديفلوبمنت، يمشوا ال 10 سم التولوين مشاهم، تطلع البليت تعمل له دراينج، وبعدين تبدا تعمل اكزامينيشن اللي هو الفيجواليزيشن بتاعك. هنا قال لك الفيجواليزيشن عندك تو ميثودز، يبقى انت لما تشوف الميثود تقدر تقول لي بقى الميثود دي الفيجواليزيشن ميثودز بتاعتها ايه. يعني مثلا هنا قال لك examine in the UV light at 254 نانومتر، يبقى الميثود دي على طول وانت مغمض كده هتكون ايه؟ universal non-destructive، صح ولا لا؟ طب هل المركبات بتاعتي هتبان في اليو في لايت؟ ده سؤال مهم جدا. هو انا عندي ايه هنا في المركبات بتاعتي؟ انا عندي انيتول، احنا قلنا طبعا في مركبات كتير في الانايس، ولكن المركب اللي انا بقارن بيه اللي انا حاطط الريفرنس معايا هو انيتول. فلو جيت بصيت على الانيتول في اروماتيك رينج، يبقى ات كان ابزورب ان ذا يو في ريجن، وبالتالي لو جينا بصينا على الستاند ده هو اليو في لايت تحت اليو في لايت، خلاص البليت ده عرفت منين؟ دايما اليو في لايت البليت تحت اليو في لايت بيبان الباك جراوند بتاعتي بتبقى جرين، يعني لون البليت نفسه بيبقى جرين، والسبوتس كلها بتبقى دارك دارك، خلينا نقول ايه، دارك جرين او داخله على يعني بلو شويه حسب يعني. تمام. ولكن هو بيبقى لون شبه اللون ده كده، خلاص هو ده اللون اللي بيبقى موجود عندنا للسبوتس اللي بتابزورب في اليو في لايت. تمام. يبقى انا ده اول حاجه البليت رحت حاطه تحت اليو في لايت. طب البليت كده حصل له حاجه؟ لا خالص، لو طلعت البليت تاني هيرجع تاني لحالته الاصليه لان هو ايه، نون ديستركتيف. خلاص بحط السبوتس، هتلاحظوا فعلا ادي السبوتس بتاعت الستاندرد، لان الانيتول بيبقى في يو في في اروماتيك رينج فهيمتص. وهتلاحظوا حاجه مهمه جدا ان السايز بتاع السبوت بيزيد. ليه؟ لان الستاندرد سوليوشن انا حاطط فوليومز انكريزنج من 1 ل 3 مايكروليتر. خلاص كده مفهوم. طيب تعالوا نشوف السامبل ده، فعلا ده السامبل فيها نفس السبوتس اهي. وعرفت منين؟ لو قست الار اف وشفت الشكل بتاع السبوت هتلاقيه قريب جدا، ال1 مايكروليتر قريبه قوي، او 2 مايكروليتر قريبه قوي من ال2 مايكروليتر اللي هنا، وال3 مايكروليتر قريبه قوي من ال3 مايكروليتر اللي هنا، يبقى شكل السبوت زيها والار اف بتاعتها زيها، يبقى هي الستاندرد بتاعي. يبقى فعلا الانايس سامبل اللي جايه لي دي فيها الانيتول اللي انا عايزه، المركب اللي انا بدور عليه موجود. طب فيها مركبات تانية؟ طبيعي ان يكون فيها مركبات تانية لان ده اكستراكت، فطبيعي ان انت هتشوف فيه مركبات تانية موجودة غير الانيتول، اكيد ده اكيد. طب ليه مش موجودة المركبات دي في الريفرنس؟ لان الريفرنس عبارة عن انيتول بس، فهمنا؟ يبقى دي كلها اناليسز انت بتعمله. طيب تعالوا نمسح الكلام اللي انا عملته ده كله كده ونشوف هنعمل ايه تاني بعد ما عملت فيجواليزيشن في اليو في لايت. يبقى هنا خلاص برضه عشان نركز، دي كده يو في لايت. طيب قال لك الخطوه الاخيره استخدم لي ميثود بقى ديستركتيف. بعد ما تعمل اليو في لايت بص عليه، اعمل ديستركشن او رش بحاجه. فرش بايه؟ رش بفوسفوموليبديك اسيد. قال لك هو ده الريجنت اللي انت هتستخدمه في الفيجواليزيشن، وده من الريجنتس اللي بتدي مع النوعيه من المركبات عموما، يعني اللي هي بنقول عليها التربينويدز عموما والفاتي اسيدز والحاجات الترايجلسرايدز كلها بتدي معاها. خلاص. لاحظنا ايه بعد الرش؟ لو جينا قارنا ده كده بعد السبرينج هتلاحظوا ايه؟ نفس السبوتس بتاعت الانيتول موجوده، صح؟ اول حاجه لون الباك جراوند اتغير. ليه؟ لان الباك جراوند تحت اليو في بتبقى جرين، انما لما تيجي لون البليت الاصلي لون وايت، لما بتيجي ترش في فوسفوليبديك اسيد الريجنت اصلا لونه يلو، فبالتالي طبيعي ان الباك جراوند هنا هتبقى يلو. خلاص. ولكن السبوتس لما بتتفاعل مع الفوسفوليبديك اسيد بتبدا تدي لون بلو، وهو ده اللي حاصل هنا. فالسبوتس زي ما قلت لكم لما بتبدا تتفاعل مع الفوسفوموليبديك اسيد بتبدا تدي لون بلو بالشكل ده. فيبقى بالتالي دايما هنا هتشوف لما تيجي ترش بتشوف بلو سبوتس اجينست يالو باك جراوند بالشكل ده. خلاص. يبقى كده اظن الدنيا واضحه. بس ايه بقى الجديد هنا؟ الجديد ان انت بدات تشوف سبوتس ثانيه موجوده تحت، شايفين عامله ازاي؟ دي ما كانتش موجوده تحت اليو في. ده تفسيره ايه ده تفتكروا؟ تفسيره ان هنا كان في مركبات ولكنها ديد نوت ابزورب ان ذا يو في راديشن، عشان كده ما شفتش هنا سبوتس. يبقى غالبا المركبات اللي موجوده دي اللي انت شفتها بعد السبرينج دي غالبا مركبات عامله ازاي؟ ما فيهاش كونجوجيتد سيستم، ما فيهاش دبل سنجل دبل، فتقدر ان انت من خلال الدبل سنجل دبل بونز دي تشوف كونجوجيتد سيستم، وبالتالي تو ابزورب في اليوفي راديشن وتبتدي تشوف ايه لون. وغالبا المركبات دي هتكون ايه؟ ده المركبات دي موجوده في الريفرنس
في الستاندرد، وموجوده كمان في السامبل بتاعتي. غالبا مش احنا قلنا في الريفرنس سوليوشن ان انا حضرت انيتول وحطيت معاه تراي جليسرايدز او حطيت معاه اوليف اويل. الاوليف اويل ده مليان فاتي اسيدز وتراي جليسرايدز زي ما انتم شايفين كده، تمام، استرز وفاتي اسيدز، فيها جليسترول وفيها لونج تشين اوف فاتي اسيد بالشكل ده، تراي جليسرايدز. والتراي جليسرايدز دي معظمها ساتوريتد، او حتى لو ان ساتوريتد ما بيبقاش فيها كونجوجيتد سيستم خالص، تمام، شايفين دبل سنجل سنجل دبل، وبالتالي ات ويل نوت ابزورب ان ذا يو في، عشان كده ما كانتش باينه هنا، انما بدات تبان هنا بعد الرش بالفوسفوليبيديك اسيد، لان بيتفاعل معاها عادي جدا ويدي ايه ويدي لون. فهمنا ازاي؟ ودي موجوده في الاثنين، لان انا عندي الانيتول فيه او الانايس فيه ترايجلسرايدز، وانا حاطط في الريفرنس بتاعي اوليف اويل اللي هو برده فيه ترايجلسرايدز، فبانت هنا وبانت هنا. فهمنا يا شباب؟ يبقى ده الاناليسز اللي انت بتعمله للبليت بتاعك. طب انت الحكم بتاعك هنا لغايه هنا تقدر تحكم العينه بتاعت الانايس دي كويسه ولا لا؟ اه طبعا كويسه، لو شفت الباترن ده فالباترن ده بالنسبه لي كويس، تمام. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده اللي هي التي ال سي اس اي، برده نفس ميثود تانية او طريق او ابلكيشن تاني، برده ازاي اعمل كواليتي كنترول للجينجر باستخدام التي ال سي، برده من البريتش فارماكوبيا جبناها. خلاص، برده بنفس الطريقه هنمشي في الميثود بنفس الاسلوب، وهتلاقي العمليه سهله جدا. اول حاجه اللي بيقول لك ان انت هتستخدم هنا سيليكا جيل عاديه، مش محتاجه انها تبقى فلوريسنت ولا حاجه، سيليكا جيل التي ال سي بليت العادي، تمام. هتحضر برضو السامبل وهتحضر برضو الريفرنس، الاثنين هيتحضروا مع بعض، لازم في نفس الوقت وبنفس الكونديشنز، تمام. السامبل قال لك ان انت كل اللي هتحضره ان انت هتجيب لي 1 جرام من الباودرد دراج، يبقى لازم الجينجر بعد ما اجيبه، انتوا عارفين الجينجر رايزومز، لازم الاول اعمل لها ايه دراينج واعمل لها باودرنج، واخد 1 جرام من الباودر دراج ده واحط معاه 5 ملي ميثانول، تمام. يبقى كده انا حضرت الكونسنتريشن بتاعي، واعمل الشيكنج او الستيرنج اللي قلنا عليه فتره، هو انا حدد لك هنا فتره 15 دقيقه، وبعدين افلتر واخد الفلتر ده ممكن اشتغل بيه هنا على طول، لان هنا يعتبر تركيز عالي، هنا حتى قال لك ولا تعمل ايفابوريشن ولا حاجه، يبقى انت الفلتر اللي طالع لك ده استخدمه على طول، اعمل منه سبوتنج، تمام، لانه بيستخدم 1 جرام ودي كميه كبيره 1 جرام دي، تمام، وبالتالي التركيز هنا عالي، تقدر انت تستخدم منه على طول، مش محتاج تعمل ايفابوريشن بقى وبعد الايفابوريشن تقوم مدوب في كميه قليله والكلام ده، تمام. طيب هتلاحظوا كمان ان هو استخدم هنا سولفنت ايه، ميثانول، وهو ده نفس السولفنت اللي هيستخدمه في الريفرنس، فعشان كده ما عملش ايفابوريشن ولا حاجه. هناك في الانايس لو فاكرين هو استخدم سولفنت مختلف في الاول دوب بيه، وبعد كده راح مبخره ومدوب فيه السولفنت اللي هيستخدمه في السبوتنج اللي هو التولوين. انا بحاول ان انا ايه اوريكم الميثود واخليكم تعيشوا جواها، فاهمين قصدي؟ الحاجه الثانيه الريفرنس سوليوشن. الريفرنس سوليوشن انت دايما هنا هتلاحظ ان انت مطالب منها تستخدم مادتين، الماده الاولانيه اسمها سترال والمادة التانية اسمها ريزوسينول، وقال لك هتاخد 10 مايكروليتر من الأولاني و10 مللي جرام من التاني، ده ليكويد وده سوليد، وتدوب الاتنين مع بعض في 10 مللي ميثانول اللي هو نفس السولفنت اللي أنت مستخدم فيه التست سوليوشن. وبالمناسبة المركبين دول مش موجودين في الجينجر، ومع ذلك مستخدمينهم كريفرنس سوليوشن، وهنفهم ليه، إزاي مركبات مش موجودة في الجينجر واعتمد عليها إنها تبقى ريفرنس سوليوشن بالنسبة لي للجينجر، دي كونديشن ممكن تتعمل وتلاقيها موجودة في كتير من الميثودز. تمام، وهقول لكم ليه. بصوا يا شباب خلينا نشرحها هنا الاول قبل ما نكمل. الجينجر من النباتات اللي عندها فولاتايل اويلز، والفولاتايل اويلز بتاعتها عندها مركبات مهمه قوي، هي دي اللي مسؤوله عن الماده الفعاله اسمها جينجيرولز. خلاص واضحه جدا جينجيرولز، طبعا بتبقى فيها الكحوليك جروب او بتبقى فيها او اتش جروبس، تمام، ودي المسؤوله غالبا عن كل معظم الثيرابيوتيك افيكاسي بتاعه الجينجر في الاتجاهات المختلفه زي الانتي ايماتيك، وله اتجاهات مهمه جدا الجينجر من الحاجات المهمه قوي مثلا كانتي ايماتيك في منع الفوميتنج اللي هي نوع المورنينج نوزيا اللي بتيجي في حالات البريجننسي، بيشتغل حلو قوي برده في الحالات بتاعه الموشن سيكنس، له شغل كبير جدا في الجزء بتاع الجي اي تي ده بالذات موضوع الانتي ايماتيك، والسبب بيكون الجينجيرولز دي. خلاص مفهوم؟ طيب يبقى المفروض طبيعي جدا ان الريفرنس سوليوشن بتاعي يكون الجنجيرولز، هتلاحظوا ان انا حاطط اس لان هم اكتر من مركب، يعني في عندي من 2 ل 3 دايما جنجيرولز اساسيين بيكونوا موجودين في الجنجر بتاعي، تمام. طيب فالمفروض ان انا استخدم ريفرنس، ممكن تستخدم ريفرنس سوليوشن يكون جنجيرولز، ولكن الجنجيرولز مش شرط تكون افيلبل عندك، الافيلابيلتي بتاعتها مش شرط تكون موجوده، الاستابيليتي بتاعتها مش عاليه، يعني مش هتقعد معاك فتره طويله، بعد فتره هتلاقي على طول بيحصل لها حاجه مهمه جدا اسمها دي هايدريشن، هنتكلم عليها كمان شويه،
وبالتالي الاستابيليتي بتاعتها كمان مش كويسه قوي. وبالتالي الاحسن طالما حاجه مش افيلبل قوي واكسبنسيف وصعب الحصول عليها وبيحصل لها كمان الاستابيليتي بتاعتها مش عاليه، يبقى الافضل ادور على ريفرنس ماتيريالز ثانيه تخدم لي في الاساسيه. فهمنا ازاي؟ عشان كده هنا بيستخدم مواد مش موجوده اصلا في الجينجر وتستخدم كريفرنس، وهنشوف هتفيدنا بقى المركبات دي ازاي لما نيجي للسلايد اللي جاي. بس احنا كده فهمنا الكونسبت ان احيانا المركبات اللي انت بتبقى عايز تدور عليها ما بتبقاش افيلبل، او بتبقى فصلها صعب او اكسبنسيف او الاستابيليتي بتاعتها مش قوي، وبالتالي ما بعتمدش عليها هي كريفرنس، اروح ادور على مواد تانية حسب بقى الميثود اللي موجوده في الفارماكوبيات اي لا ايه. تمام، خلاص حضرت الريفرنس والتست سوليوشن، ابتدي اعمل الابليكيشن او السبوتنج بتاعي. هنا بيقول لك ايه، اعملي تو باندز مش اكتر من كده، الباند الاولانيه للريفرنس 20 مايكروليتر فوليوم، والباند الثانيه للسامبل 20 مايكروليتر فوليوم، لازم يكونوا ايه اندر ذا سيم كونديشنز. فاضل اخر خطوه اعمل الديفلوبمنت، قال لك هنا استخدم لي 15 سم، يبقى انا من الاول اكون حاطط الاوريجن لاين مثلا بتاعي هو ده، لو افترضنا ان هو ده يبقى اكون حاسب 15 سم مثلا، افترض انها هي دي مثلا، خلاص يبقى ده ال 15 سم بتاعي. طبعا البليت بيبقى اكبر من كده، يعني لو قلنا مثلا البليت هيبقى كده وكده مثلا يعني، خلاص مفهوم. يبقى كده ده ايه، يبقى دول ال 15 سم بتوعي اللي انا بيمشي فيهم اللي هو الديستنس اوف مايجريشن. تمام، وقال لك ان الشيمبر هنا مش لازم تعمل لها ساتوريشن قوي، خليها ان ساتوريتد، يعني ده بيبقى افضل في السيباريشن. شوفوا قد ايه بقى بيقول لك كل حاجه. تمام، واستخدم ميكتشر، الميكتشر ده عباره عن 40 فوليومز من الهكسين و60 فوليومز اوف ايثر، يعني مثلا 40، طبعا 40 و60 ده كتير قوي، ممكن تستخدم 4 و6 مثلا حسب طبعا حجم الجار، تستخدم مثلا 4 مللي مثلا هيكسين و6 مللي ايه من الايثر. تمام كده، وبعدين خلاص خلصت ديفلوبمنت، طلع البليت، طبعا انت مش شايف حاجه، بتبدا تعمل دراينج في الاير الاول وتبتدي تعمل فيجواليزيشن. تعالوا نشوف بقى الفيجواليزيشن هنا ممكن يمشي ازاي. هنا طريقه الفيجواليزيشن قال لك ان انت تعمل لي سبراينج with 10 جرام بير لتر سوليوشن، يعني تركيز معين من فانيلين ان سلفوريك اسيد. فاكرين الريجن ده؟ الريجن ده كنت قلت لكم عليه ان هو ايه؟ يونيفرسال ديستركتيف. يونيفرسال ديستركتيف، يعني ده هيدمر لي بليت وفي نفس الوقت بيدي مع اغلبيه المركبات اللي بتكون موجوده ايه؟ عندنا، تمام؟ بيحرق كل المركبات تقريبا وبيديها الوان، بس هي بتاخد الوان مختلفه بقى حسب الكيميكال نيتشر بتاعتها. خلاص؟ طبعا اكزامين في الدي لايت عادي جدا، وبعد ما تعمل اكزامينيشن في الدي لايت هتلاقي عندك بعد الهيتنج وايل هيتنج ات 100 درجه فور 10 مينتس. تمام كده، يعني بتسخن تمام وبتشوفها. طبعا بيبقى فيه عندنا بعض الهيترز بتبقى افيلبل، مش لازم تحط جوه اوفن وتقفل عليها، بتمسك بس مجرد البليت كده بفورسبس على الهيتر من فوق، تعرضه لدرجه الحراره دي وتراقب بقى البليت والتغير في اللون بتاع السبوتس بتاعتك، تبتدي تشوف باترن شبه الباترن اللي قدامنا ده. ونركز شويه، الريفرنس فيه مادتين هما ريزورسينول بتبان كريد سبوت في اللور هاف بتاع البليت، يعني لو قسمنا كده البليت ليه نصين تمام، لو قلنا ده خط كده ايه يعني هلامي كده، ففي اللور هاف اوف ذا بليت بيبقى عندي ريد سبوت واضحه جدا في الريفرنس، دي ريزورسينول كاركترستيك قوي بتدي اللون ده مع الفانيلين ان سلفورك. وعندي تو سبوتس تانيين اباف او في الابر هاف اوف ذا بليت، في النص العلوي تمام من البليت. الله، ده المفروض ان انا عندي سترال، السترال ده المفروض المركب واحد، لا السترال ده عباره عن ميكتشر من مركبين، الاثنين دول بنقول عليهم جيومتريكال ايزومرز، عارفين السيس والترانس ايزومرز، هم دول. ان المركب ده عباره عن سيس وترانس ايزومرز زي ما انتم شايفين كده تمام، بنقول عليه جيرانيال ونيرال، التو كومباوندز، الجيرانيال اللي هو بنقول عليه سترال A والنيرال بنقول عليه سترال بي، فدايما السترال بيبقى عباره عن الميكشر من المركبين دول وبيبان كتو سبوتس بالشكل ده، شايفينه عامل ازاي وفوق بعض، والتو سبوتس بيبقوا دارك بيربل لونهم او دارك بلو كمان لونهم، بيبقى لونهم ازرق كده غامق. خلاص واضح؟ طيب يبقى ده كده المكان بتاع الريفرنس سوليوشن، يبقى المفروض ان انت تشوف في النص اللور هاف هتشوف ريد سبوت دي بتاعت الريزورسينول، وفي الابر هاف هتشوف تقريبا تو دارك بلو سبوتس دول بتوع السترال. تمام كده، عباره عن سترال اي وسترال بي، لان هو اصلا المركب ده عباره عن ميكشر من تو جيومتريكال ايزومرز هما الاثنين دول. تعالى بقى للسامبل، السامبل هل هتشوف فيها ريزوسينول؟ لا طبعا، لان هو ما فيهاش ريزوسينول، الجينجر ما فيهوش ريزوسينول ولا في سترالز، السترالز دي من المركبات اللي بتكون موجوده دايما في الليمون، في السيترس فروتس، الحاجات دي، في الاويلز بتاعتها. تمام، فبالتالي الحاجات دي مش هتكون موجوده في الجينجر. امال هتشوف ايه؟ هتشوف اماكن معينه فيها سبوتس
وتقدر تقارن الاماكن دي بالاماكن بتاعت الريزورسينو والسترال. بمعنى ايه؟ هيقول لك مثلا ان انت عشان الجينجر سامبل بتاعتك دي تكون مظبوطه لازم هيكون فيها تو دارك بيربل سبوتس على الاقل، اتنين ممكن يكونوا اكتر لان الجينجيرولز ممكن تكون اكتر، بس على الاقل تشوف اتنين دارك بيربل سبوتس موجودين بيلو الريزورسينول، يعني ات لور ار اف. بيلو دي يعني معناها ات لور ار اف، يعني انت حسبت الار اف دي هتلاقيها اكبر بكتير بتاع من بتوع من الاتنين دول، صح كده؟ فيبقى بيلو الريزورسينول، يبقى انت كده استغليت الريزورسينول اللي هو كانه ايه؟ كانه انديكيتور للمكان، هيقول لك اه والله ان انت المفروض في ار اف اقل شويه هتشوف الاثنين جنجيرولز دول وبيكونوا دارك بيربل، وركز في الالوان دارك بيربل، تمام؟ طيب هتشوف ايه تاني؟ قال لك هتشوف كمان مركبين مهمين او تو سبوتس تانيين مهمين، على الاقل تو سبوتس ممكن يكونوا اكتر برضو، بس هيكونوا بيربل خفيف يعني بيل بيل بيربل. هتشوفهم فين دول؟ هتشوفهم في النص ما بين السبوت بتاعت الريزورسينول وما بين السبوتس بتاعت السترال. فهمنا بقى هنا الريفرنس سوليوشنز عملت لي ايه؟ الريفرنس هنا كل هدفه انه حدد لي الاماكن والار اف فاليوز على الايه؟ على اللي انا اقدر اقارن بيها. فقال لك ان والله التو سبوتس بتوع الجنجيرولز هيبانوا عند ار اف اقل من الريزورسينول، والتو سبوتس التانيين هيبقوا بيل بيربل، هنقول عليهم المركبات اسمهم شو جولز، هنتكلم عليهم كمان شويه، بيبقوا موجودين في السنتر ما بين السبوتس بتاعت السترالز وما بين السبوتس بتاعت الايه؟ الريزورسينول. فهمنا ازاي؟ ودول بيكونوا ايه؟ بيكونوا بيل بيربل ان كولر. فهمنا كده يا شباب الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب ايه بقى الشو جولز دول؟ احنا اتفقنا ان الجنجيرولز هي المواد اللي مسؤوله عن المواد الايه او عن الثيرابيوتيك افيكاسي بتاعت الجنجر. فاكرين لما كنت بقول لكم ان لو جينا مسحنا بقى الكلام ده شويه كده عشان نشوف الحته دي بالراحه، لو جينا شفنا كده الاستراكشر بس عشان نفهم النقطه دي، فاكرين لما كنت بقول لكم الجنجيرولز دايما عندها ايه؟ عندها الكول جروب، عندها او اتش جروب. اللي بيحصل ان المركبات دي ان ستيبل، بمعنى ايه؟ ان ممكن نتيجه الدراينج او نتيجه مثلا البروسيسنج الاكستراكشن يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل عمليه، مش احنا كده كده بنجيب الجنجر ده ونعمله دراينج وباودرنج والكلام ده، فيبتدي يحصل دي هايدريشن. ايه الدي هايدريشن؟ ان الاو اتش دي تطلع في صوره ميه، ونتيجه خروجها بيبتدي يتكون دبل بوند في المكان ده ما بين التو كاربونز دول، شايفين اهو المكان ده كان فيه او اتش، بدا يتكون عندي ايه؟ دبل بوند، وبالتالي يبقى ده او سوري هنا يعني الدبل بوند هتتكون هنا في المكان ده، وبالتالي يبقى انا عندي هنا ايه؟ دبل بوند موجوده، اللي هو المركبات الجديده اللي اتكونت دي بنقول عليها ايه؟ دي هايدريشن برودكتس. دي هايدريشن برودكتس يعني مركبات هي الشو جولز، هي الجنجيرولز بالظبط، ولكن فقدت ميه فبقى اسمها دي هايدريشن without water. دي هايدريشن برودكتس بنسميها شو جولز. يبقى الشو جولز دي هي عباره عن حاجه بنسميها ساعات ارتيفاكتس. ارتيفاكتس يعني مركبات بتتكون في النبات، هي مش موجوده اصلا في النبات خالص، ولكن بتتكون في النبات نتيجة البروسيسنج بتاعنا اللي احنا بنعمله، التدخل بتاعنا معاه، ان احنا عملنا له دراينج، عملنا له اكستراكشن، عملنا له الكلام ده، فيبتدي يحصل نوع من انواع تكوين مركبات جديدة، المركبات الجديدة دي بتكون ارتيفاكس يعني دخيلة على النبات. الشو جولز ما مش مسؤولة عن الثيرابيوتيك افكت خالص. تمام؟ وبالتالي مهم جدا مين اللي يكون اعلى جوه النبات بتاعي وانا بعمل اناليسز؟ مهم جدا ان الجينجي رولز هي اللي تكون احسن وكميتها اكبر من الشو جولز. طب لو لقيت العكس، لو لقيت ان الشو جولز كميتها اكبر، ده معناه ان كميه كبيره من الجنجيرولز حصل لها دي هايدريشن، يعني تقريبا حصل لها ان اكتيفيشن، يعني البرودكت بتاعك ده غالبا هيكون ان اكتيف وملوش ثيرابيوتيك ايه افيكاسي. اظن كده الصوره واضحه. عشان كده مهم قوي هنا لما اجي اقول لكم الحته دي ان انا اقول لكم ان انت مهم قوي ان انت تقارن ما بين الكالر بتاع السبوتس بتاعت الجنجيرولز والكالر بتاع السبوتس بتاع الشو جولز. دي لازم تكون دارك بيربل ودي لازم تكون بيل بيربل. ليه؟ عشان دي تبقى تركيزها اعلى، ما لما تبقى لونها غامق معناها ان التركيز بتاعها كبير وبالتالي يبقى الثيرابيوتيك افكت موجود. انما لو كان العكس يبقى ده معناه ان المركبات بتاعت الجنجرولز معظمها بقت ان اكتف، وبالتالي يبقى الثيرابيوتيك افكاسي بتاعت الجنجر دي مش هتبقى مظبوطه. فهمنا يا شباب ازاي بنحكم على البليت بتاعنا وازاي بنشوف، وفهمنا برضو فكره ليه اختيار الريزورسينول والسترالز هنا في الشغل مجرد انها لتحديد الاماكن على البليت واقدر اشوف ايه اللي موجود عندي. هتقولي طب ايه بقى الاثنين سبوتس اللي موجودين فوق؟ ما احنا قلنا ان اي جينجر سامبل او اي سامبل بيكون فيه عدد كبير جدا من المركبات، فوارد جدا ان انا اشوف سبوتس تانية كمان بيربل موجوده في البليت، ولكن اللي يهموني واللي اقدر احكم منهم على جوده البليت او على جوده على الكواليتي بتاعه الجينجر سامبل بتاعتي هم الجينجيرولز والشو جولز، دول هم دول انا ببص عليهم، موجودين كلهم ولا مش موجودين،
اهم حاجه عندي. طب نفترض مثلا لقيت سامبل، يعني فرضا جدلا يعني ان انا لقيت سامبل ما فيهاش جولز خالص، ما فيهاش دول، تمام، وارد يعني نسبه قليله ولكن وارده، تمام، او مش باينين خالص، نسبهم قليله جدا، خلاص حلو جدا، يبقى معناها ان السامبل بتاعتي فيها جنجيرولز كافيه، يبقى دي هايله، تمام. طب العكس، لقيت شو جولز بس وما لقيتش جنجيرولز، لا يبقى دي كده السامبل دي مش مظبوطه، تمام، فيها مشاكل، ما فيهاش جنجيرولز خالص، يبقى الثيرابيوتيك افيكاسي بتاعتها فيها مشكله. فهمنا الفكره يا شباب ازاي؟ زي ما فكره برضه لما كنت بقارن الانايس بالانيتول، كانت مهمه عندي ان انا اشوف الايه الانيتول، خلاص كده. فيبقى دايما دايما ده الشكل الاولاني للايفالويشن او للتي ال سي ايفالويشن، ان انا يكون عندي سنجل هيرب، انايس، جينجر، ليكوريش، هرب معين بعمل له اناليسز، لازم يكون عندي ستاندرد بقارن بيه حسب الميثود، وابتدي اشوف هل البليت طالع لي مظبوط ولا في مشاكل بالنسبه للمواد الفعاله اللي انا بدور عليها. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نكمل مع بعض بقى ازاي نعمل اناليسز دي الميكتشر، يكون عندي ميكتشر من هربز اكتر من هرب، بنعملها ازاي، وازاي كمان اعمل كوانتيتيشن للريزلتس بتاعتي، او اشوف مثلا عندي سبوت اهي عايز اعرف تركيز السبوت دي قد ايه او الكونسنتريشن بتاعها قد ايه، اعمله ازاي. هنشوف برضو الميثود دي ازاي تتعمل بالتي ال سي، تمام. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه. طبعا زي ما قلت لكم انا الهدف بتاعي اصلا من بدايه ما اشتغلت معاكم مش امتحانات وغيره، وانا قلت الكلام ده للمحاضره اللي فاتت، انا الهدف عندي ان انت كطالب تحاول ان انت تستفيد. يا جماعه نصيحه منكم مني يعني كاخ كبير، ما تفرحش قوي بفكره ان انت الامتحانات اتلغت وخلاص وانا كده ايه عدينا. الهدف يا جماعه لازم يكون انت التارجت بتاعك كصيدلي ان انت تتعلم، انت مهم قوي ان انت تطلع صيدلي شاطر. الصيدلي والمهندس والطبيب دي مهن حساسه جدا يا جماعه، لازم تكون باني نفسك كويس قوي وتكون طالع عارف انت بتعمل ايه، والا يعني هتودي حاجات كتيره جدا، يعني سوري يعني في داهيه، يعني تودي ناس في داهيه بسبب ان انت مش عارف وما عندكش المعلومه ومش مؤهل. فمهم قوي ان انت تشتغل على نفسك، سيبك من كل الظروف دي، انت في الاخر فكر ان انت تطلع من الكليه دي متعلم صح وصيدلي بتشتغل بشكل كويس، مش الهدف ان انا اتخرج وخلاص، صدقوني. والكلام ده هتحسوه قدام لما تتخرج وتبتدي تشتغل وتشوف ان انت محتاج ان انت ايه، ده انا فاتني كتير قوي، ده انا محتاج ارجع اتعلم وابص على حاجات كنت بسيبها وبقلبها وفاكر ان دي كده انا شاطر، تمام. فبرضه دي نصيحه من اخ، مش حاجه، مش اكتر من كده، نصيحه ليكم يعني من اخ كبير شاف برضه في الدنيا يعني حاجات كتيره، فبالتالي مهم قوي ان انت تاخد بالك من الايه، من النقطه دي يعني. والله ما قد بلغت اللهم فاشهد، تمام. شكرا لكم يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله في اخر محاضره ان شاء الله المره الجايه، هنزلها لكم يوم السبت باذن الله على خير. السلام عليكم.